صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الفل على حضراتكم كلكم. كلنا متابعين وكلنا عارفين أن درجات الحرارة في فصل الصيف هذا العام هي الأعلى على الإطلاق طبقا لتوقعات خبراء الأرصاد. قالوا أن درجات حرارة الخاصة بفصل صيف 2024 هتكون الأعلى على الإطلاق، يعني لم يسبق لها أن كانت درجات حرارة قبل كده. الجو كلنا شايفينه عامل إزاي كمان بقاله كام يوم، واضح جدا أن الجو هيكمل معانا للأسبوع اللي جاي، وهتبقى ذروة درجات الحرارة في الويك إند في نهاية هذا الأسبوع يومي الخميس والجمعة، واللي هتتخطى فيها درجة الحرارة 43 درجة مئوية في الظل. فما بالك بقى اللي هيمشي الساعة 2 ظهرا تحت حرارة الشمس. طبعا جو صعب جدا جدا مصطفى، ومشكلة بقى مش في درجة الحرارة كمان، المشكلة في الرطوبة المصاحبة لدرجات الحرارة المرتفعة. حقيقة أن خبراء الطقس بيقولوا أنه ده أو هذا الارتفاع في درجات الحرارة بسبب منخفض الهند الموسمي، وده أقوى منخفضات الصيف وبيسيطر على مناطق كبيرة من شبه الجزيرة العربية، كمان مصر زي ما قلت لحضراتكم مع نسب الرطوبه العاليه كمان، ده بيخلينا نشعر اكتر بارتفاع درجات الحراره. يمكن كمان الرطوبه مصطفى كانت عاليه قوي امبارح. ده حقيقي جدا، وكلنا ملاحظين ان ده بيعمل نوع من انواع ضيق التنفس، اضافه لمنخفض الهند الموسمي والمنخفضات اللي جايه كمان من عدد كبير. بيقولوا ان في يعني نوع من انواع تضارب الموجات، بتبقى موجه فوق موجه. في حاجه جديده كمان، ان في بركان في ايطاليا جايب الغبار بتاعه للمنطقه بتاعتنا. البركان ده موجود في صقليه، وبيقول ان هو مشبع بغاز ثاني اكسيد الكبريت، وده اللي يمكن بيعمل الاختناق في الجو. يعني انا بتكلم كلام علمي طبعا، واضح ان هو كلام يعني بيوصف الحاله اللي احنا فيها او فصل الصيف اللي احنا فيه، بالاضافه كمان لموضوع التنفس. واضح ان الصيف ده معظمه كمان هيبقى موجات حر، احنا ما بنلحقش زي ما قلنا بنخلص من موجة تيجي موجة. دلوقتي في منخفض اسمه منخفض الهند الموسمي، لازم نتأقلم على هذا الأمر طوال فترة الصيف. يا مصطفى هو يعني ضيق في التنفس وضيق خلق كمان، الواحد بيبقى متعصب جدا. احنا بنشوف مع الحر ونسبة الرطوبة العالية دي، حقيقي الشخص بيبقى حتى مش قادر ان هو يمارس مهام عمله حتى بشكل يعني سلس زي ما بيكون درجات الحرارة معتدلة. وغير بقى موضوع دي الخلق ونحاول ان احنا نتعامل مع الجو كده، لازم كل شخص فعلا بقى ياخد احتياطاته واجراءاته الوقائيه ويبتعد على قد ما يقدر عن التعرض المباشر لاشعه الشمس، نشرب ميه كتير عشان ما نتعرضش للاجهاد الحراري، نحاول ان احنا على قد ما نقدر يعني نبعد عن التعرض المباشر لاشعه الشمس زي ما قلت لحضراتكم. ويا ريت وصيتي الدائمه الحقيقه مصطفى طول الوقت، خلوا معاكم في العربيه ازايز ميه، خلوا معاكم في العربيه على قد ما تقدروا بعض المرطبات اللي ممكن تساعدوا بيها الناس في الشارع اللي بتضطر ان هي تعمل تحت اشعه الشمس مباشره، لانه حقيقي الجو بيبقى صعب جدا جدا جدا، وعلى قد ما نقدر نساعد بعض. طبعا ربنا يهون حر الشمس على الساعين
والناس البسيطه يكون فعلا الناس اللي بتشتغل تحت اشعه الشمس، رجال المرور طبعا، الناس اللي بتسعى في الوقت ده طبعا طبعا، واعمالها بتبقى يعني مضطرين ان هم يتعرضوا لاشعه الشمس ومتعرضين للحر بشكل مباشر، ربنا يهونها عليهم يا رب. مره ثانيه يا ريت ناخد بالنا لحد ما الموجه دي تعدي، احنا متعودين على حر الصيف بس واضح انه الموجه الحاره زادت شويه، فما قدامناش حل غير ان احنا نتعامل معاها على قد ما نقدر. مره ثانيه بنصبح على حضراتكم جميعا، صباح الخير والسعاده، صباح الخير يا مصر. نصبح عليكم، وخلينا نصبح على زميلتنا هاله الحملاوي ونتعرف منها على اخبار المرور والطقس في القاهره وباقي المحافظات. صباح الخير يا هاله. صباح الخير يا مصطفى، صباح الخير يا جوانا، وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا. صباح الخير عليك يا هاله، ويعني اعتقد احنا ابتدينا الموضوع وكلمنا درجات الحراره، انت قلتوها في الانترودكشن يا جمانة. هي موجه حاره فعلا، واحنا متاثرين بمنخفض الهند اللي هو الموسمي اللي اسمه المونسون. اسمه المونسون، فيعني فعلا ربنا يكون في عون كل حد بيمشي في الشارع وقت الظهيره. بس هيئه الارصاد بتدي نصائح مهمه هنتابعها مع بعض كمان شويه، لكن دلوقتي هنستعرض للاول مع حضراتكم كده احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر بما ان الناس بدات تنزل. هنبدا جولتنا من كوبري اكتوبر اللي بيشهد بعض الكثافات المروريه. عند رمسيس هتبدا تقل لحد ما نوصل لغمره. بالنسبه لكوبري 15 مايو المتجه للمهندسين فعليه كثافات مروريه نسبيه، اما شارع بورسعيد من نزل كوبري اكتوبر فبيشهد سيوله مروريه لحد منطقه الزاويه الحمراء. هتظهر بعض الكثافات المروريه على الكورنيش من المعادي وصولا لمناطق وسط البلد ومن قصر النبي لغايه القصر العيني، وبعض الكثافات البسيطه في شارع رمسيس وصولا الى العباسيه ومحور النصر لغايه المنصه وشارع عباس العقاد والطيران، واماكن غلق الاشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسي وميدان المستشار هشام بركات. كمان في سيوله مروريه اعلى الدائري بمنطقه السلام وداخل النفق للقادم من الاقاليم للقاهره عبر الطريق الزراعي، نفس الامر المتجه من المنيب في طريقه الى الاوتوستراد والتجمع، وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزه. كذلك الامر في مناطق التجمع وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. تعالوا مع بعض نروح لمحافظة الجيزة، هنشوف كده ان الطريق الدائري هنبص عليه هنلاقي ان في سيولة مرورية مع بعض الكثافات عند النزلات. بخصوص محور 26 يوليو فبيشهد سيولة مرورية، ولكن الطريق المتجه للمهندسين هنلاقي فيه بعض الكثافات قبل طلعة الدائري وميدان لبنان لحد نادي الزمالك. لو رحنا شارع فيصل هنلاقي ان في كثافات مروريه، والكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروه، وتظهر على محور صفت اللبن للمتجه للدائري وصولا لشارع السودان كثافات مروريه متحركه، يفضل بقى كده التوجه العرابي. كذلك الامر وكوبري عباس والجامعه والجيزه المعدني ظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضه وصولا الى اشاره بين السرايات وشارع النيل السياحي، بيشهد محور عرابي كثافات بسيطه للمتجه من الاقاليم وصولا للمهندسين. طبعا هنلاقي في سيوله كبيره في شارع جامعه الدول العربيه خاصه بعد افتتاحه والانتهاء من اعمال مترو الانفاق. نروح مع بعض اسكندريه هنلاقي فيه كثافات مروريه عند كوبري ستانلي على طول الكورنيش، وكثافات متفاوته عند الاشارات بطول الكورنيش، اما باقي الشوارع الجانبيه ففيها سيوله مروريه نسبيه. شارع جمال عبد الناصر فيه كثافات مروريه عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مروريه ولكنها متحركه. هنكمل جولتنا المرورية مع حضراتكم، نروح بقى أسوان وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد الطريق فيها سيولة مرورية على طول الشارع، وهنلاحظ إن في كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. أيضا في بعض الكثافات في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. دلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة لسه مستمرين في الموجة الحارة، والطقس هيكون شديد الحرارة زي ما زملائي أشاروا، ورطب نهارا على أغلب الأنحاء، وفي ارتفاع في نسب الرطوبة، ده طبعا بيزود من إحساسنا بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم بتتراوح من درجتين لثلاث درجات. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة هتكون 39، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 43، وأقل درجة حرارة في العالمين 33 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل، وبعض النصائح طبعا هتكون معانا مع دكتورة منار بس بعد شوية. نرحب بحضراتكم مرة تانية، وخلينا نبدأ معاكم أولى فقراتنا في صباح الخير يا مصر كعادتنا بتذكرة بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل أمس ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. خلال اللقاء تمت مناقشة آخر مستجدات الجهود المشتركة للتوصل لاتفاق للتهدئة ووقف إطلاق النار بقطاع غزة، وأكد الرئيس السيسي الموقف المصري
الرافض لاستمرار العمليات العسكرية في القطاع، مشددا على أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الحرب. امبارح أيضا ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أول اجتماع للحكومة الجديدة. الدكتور مدبولي قال إن هيكون في اجتماعات دورية للمجموعات الوزارية المحددة، وإن هيتم إعداد أجندة عمل ومستهدفات واضحة تسعى كل مجموعة من أجل تحقيقها، وحتتم المتابعة الدقيقة لتنفيذ هذه المستهدفات. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، وتم مناقشة آخر مستجدات الجهود المشتركة للتوصل لاتفاق للتهدئة ووقف إطلاق النار بقطاع غزة. وأكد الرئيس السيسي في هذا الصدد الموقف المصري الرافض لاستمرار العمليات العسكرية في القطاع، مشدداً على أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الحرب وضمان إنفاذ المساعدات الإغاثية بما يكفي للتخفيف الحقيقي من الكارثة الإنسانية اللي بيعيشها الفلسطينيين بالقطاع، ومؤكداً ضرورة اتخاذ خطوات جادة ومؤثرة لمنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة. كما شدد سيادته على أهمية إنفاذ حل الدولتين في إطار تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أول اجتماع للحكومة الجديدة بعد حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه هيكون هناك اجتماعات دورية للمجموعات الوزارية المحددة سواء برئاسة نائبي رئيس مجلس الوزراء أو برئاسة الوزراء، كما سيتم إعداد أجندة عمل ومستهدفات واضحة تسعى كل مجموعة لتحقيقها، مؤكداً المتابعة الدقيقة لتنفيذ هذه المستهدفات. وأكد دكتور مصطفى مدبولي ضرورة التواصل المستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني عبر جلسات نوعية متخصصة مع الوزراء المعنيين، وده بهدف العمل على ترجمة توصيات ومخرجات المرحلة الأولى لبرامج تنفيذية وفقاً للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، على أن يتولى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مهام التنسيق في تلك الملفات مع الوزراء المعنيين، منوهاً إلى أنه سيتم عقد اجتماع دوري مع اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء ومجلس أمناء الحوار الوطني بحضور رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ المخرجات. واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه بأهمية تحقيق عنصر التكامل الحكومي والتنسيق فيما بين الوزارات فيما يخص الملفات المشتركة. وامبارح وفي مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن كل وزير هيكون له مستهدفات واضحة في برنامج الحكومة وهيكون ملتزم بيها وسيتابعه مجلس الوزراء. كما تطرق رئيس الوزراء لتكليفاته للوزراء خلال الاجتماع الأول للحكومة، موضحاً أنه جدد التأكيد على أن أهم مشكلتين بيتمنى المواطن وضع حلول سريعة لهم هما مشكلة الكهرباء وضغط الأسعار، معتبراً أن التعامل مع هاتين المشكلتين بيمثل أولوية قصوى للحكومة بكل كوادرها. واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالإشارة إلى أن هذه هي أهم الرسائل اللي وجهها للوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم، مع التنويه إلى أن تركيز العمل خلال الفترة المقبلة سيكون على تنفيذ برنامج الحكومة وضمان البدء الفوري في ذلك، مضيفاً أنه كلما أسرعنا في هذا الأمر أكسب ذلك الحكومة مصداقية لدى المواطن والشارع المصري، حتى يثق المواطن في أن ما يتم الإعلان عنه بيتم تنفيذه بالفعل. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لانسحاب شركة سيمنز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر نتيجة تأخر مستحقاتها المالية، وشددت على التزام الحكومة بسداد كافة المستحقات المالية للشركة في موعدها المحددة وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين، مشيرة إلى التزام شركة سيمنز للطاقة بتشغيل وصيانة محطات الكهرباء المتعاقد عليها بموجب الاتفاق المبرم مع وزارة الكهرباء في سبتمبر 2018. خلينا نروح سريعا لاخبار المحافظات. في مطروح تم افتتاح المعرض اللوجستي بمدخل طريق السلوم. المعرض ده بيوفر السلع والمنتجات باسعار مخفضه تصل ل 15%. اما في الشرقيه فبيتم العمل على تركيب وصلات مياه شرب مجانيه ل 200 اسره في قرى مركز ابو كبير. كمان في الجيزه بيتم تنفيذ المرحله الثانيه لتوسعات محطه المياه بمنشيه القناطر. اما في محافظات القناه اعلنت شركه المياه رفع كفاءة المحطات وبدء مراحل غسيل الشبكات. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كثيرة. ف
في مطروح افتتحت المحافظة المعرض اللوجستي بمدخل طريق السلوم بعد أعمال تطويري، ليكون معرض تجاري مستدام بشكل حضاري لعرض السلع والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين وبتصل إلى 15%. أما في الشرقية فوجهت شركة مياه الشرب فريق المشاركة المجتمعية لعمل معاينة ميدانية وأبحاث حالات لعدد 200 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمركز ومدينة أبو كبير تمهيداً لتوصيل المية ليهم، وده في إطار بروتوكول التعاون بين الشركة والجمعيات الأهلية. أما في جامعة كفر الشيخ تم البدء في أعمال الصيانة وتجهيزات بكليات ووحدات الجامعة المختلفة وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ده بالإضافة لمتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب التنبيه بضرورة الالتزام الصارم بأعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي وكافة منشآت الجامعة ومرافقها. أما في الأهلية فأعلن مركز ومدينة مدغمر أنه تم الشطب في دفاتر الحضور على 101 دكتور و14 فني وخمس إداريين بمستشفى مدغمر العام، وده بسبب غيابهم عن العمل بدون إذن، وتم إحالتهم للشؤون القانونية للتحقيق بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميداني المفاجئ للمستشفى. وفي محافظة الجيزة شهدت محطة مياه الشرب بمنشية القناطر لانتهاء من أعمال التوسعة بالمرحلة الأولى للمحطة، واللي انتهت أعمالها بقدرة 40,000 متر مكعب، وبتخدم مدينة منشية القناطر وقرى الأخصاص وأم دينار وكفر حجازي والرهاوي ونكلة وجزاية وجاري تنفيذ المرحلة الثانية من أعمال التوسعات للمحطة عشان تصل قدرتها الإجمالية ل 80,000 متر مكعب. كمان من المقرر أن تخدم قرى القتا وأبو غالب والحاجر وبني سلامة وأتريس وكفر أبو حديد ووردان. وفي محافظات القناة أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن انطلاق حملة أعمال غسيل شبكات مياه الشرب بجميع قرى ومراكز ومناطق إقليم محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد، وذلك بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية والصحة، بالإضافة إلى رفع كفاءة العديد من المحطات على مستوى محافظات القناة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. مشاهدينا فقراتنا لسه مستمرة مع حضراتكم حتى 10 صباحا، لكن دلوقتي هنروح لفاصل سريع ونرجع لكم على طول. نصبح لحضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة لسه مستمرة الموجة الحارة، والطقس هيكون شديد الحرارة ورطب نهارا على أغلب الأنحاء وحار رطب على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية. نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك سهالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك وصباح الفل والسعادة. يمكن هيئة الأرصاد أشارت إلى تأثرنا بمنخفض الهند الموسمي أو المونسون، وده اللي مخلي فيه ارتفاع في درجات الحرارة، أو ده اللي يعني سبب الموجة الحارة اللي احنا بنمر بيها مع ارتفاع في نسب الرطوبة. أخبار تفاصيل الجو إيه، والموجة دي مكملة معنا لغاية إمتى؟ بالفعل يمكن احنا نوهنا بدأنا من أمس ارتفاعات في قيم درجات الحرارة، وهي ارتفاعات تدريجية لقيم درجات الحرارة كبداية لموجة شديدة الحرارة بتأثر على معظم محافظات الجمهورية. بالأمس سجلنا عظمى على القاهرة الكبرى في ظل 37 درجة مئوية، لكن طبعاً احنا حسيناها لو تكون 40 أو أكثر بسبب ارتفاع نسب الرطوبة. طبعاً احنا بنتأثر بالفعل، الرطوبة مرتفعة بشكل كبير لأن احنا بنتأثر في امتداد منخفض الهند الموسمي اللي معاه كتل هوائية شديدة الحرارة بتمر على البحر المتوسط، فبالتالي ده بيؤدي لزيادة نسب رطوبة في الجو تتجاوز 90% في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وبتتجاوز 80% في القاهرة الكبرى. وجود نسب رطوبة مرتفعة بشكل كبير في الجو تخلينا نحس بارتفاع في قيم درجة الحرارة، حتى لو ما فيش ارتفاع في قيم درجة الحرارة، لكن احنا خلال هذه الموجة عندنا ارتفاع في قيم درجة الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة، وده اللي بيخلينا نقول ان احنا عندنا اجواء شديدة الحرارة رطبة فترة النهار
الرطوبه في السواحل الشماليه كمان اعلى من طبعا الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط بتكون الاعلى في نسب الرطوبه، لكن الاقل طبعا في قيم درجات الحراره. لكن احنا عندنا اغلب المحافظات فيها ارتفاع في قيم درجات الحراره، احنا هنلاقي العظمى على الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط من 34 ل 35 درجه مئويه، لكن محسوسا نتيجه ارتفاع نسب الرطوبه هنضيف على القيم دي حوالي 4 درجات. القاهرة الكبرى اليوم متوقع أن يكون فيها مزيد من الارتفاعات في قيم درجات الحرارة عن الأمس، عظمى اليوم فترة النهار هتوصل ل 39 درجة مئوية، هنلاقي محسوسة فترة النهار أيضا وده كله في الظل محسوسة هتوصل ل 42 درجة مئوية، محافظات الصعيد طبعا عظمى فترة النهار 44 ل 45 درجة مئوية، لكن محافظات الصعيد هي بتكون الأقل في نسب الرطوبة، عشان كده يعني أجواءهم مع ارتفاع قيم درجات الحراره هنلاقي المحسوسه تقريبا نفس القيمه او اعلى بحوالي درجه الى درجتين، فبالتالي اجواء شديده الحراره رطبه فتره النهار في اغلب المحافظات ما عدا سواحلنا الشماليه اجواءها حر رطبه فتره النهار، فتره الليل كمان اللي بيكون فيها عظمه الرطوبه اجواء مائله للحراره رطبه فتره الليل في اغلب المحافظات، لان احنا كمان اليوم عندنا بشكل كبير اعتدال وهدوء في سرعات الرياح. طب الحمد لله. لا بس هو هدوء سرعات الرياح يخلينا نحس بزياده نسب الرطوبه، لما بيبقى موجود عندنا نشاط رياح بيقلل احساس بنسب الرطوبه بيخلينا نحس بقيم درجات الحراره. الحمد لله على اي حال. يعني الحمد لله. طب انا كنت عايزه برضو اعرف من حضرتك يعني الموجه الحاره دي مكمله معانا لامتى، وفعلا هل ذروتها هتبقى يعني بنهايه الاسبوع؟ هو طبعا بتبقى ذروه هذه الموجه غدا الخميس والجمعه ان شاء الله، واللي متوقع فيها العظمى على القاهره الكبرى توصل مئويه في ظل فتره النهار، وطبعا محسوسه هنلاقيها 42 43 درجه مئويه، ده هيكون يوم الخميس والجمعه، مع يوم السبت نرجع تاني ل 38 و39 درجه مئويه، وتدريجيا بقى ان شاء الله مع الحد والاثنين تعود قيم درجات الحراره للمعدلات الصيفيه، لكن احنا بنأكد تاني ان احنا استمرار ارتفاع نسب الرطوبه حتى لو قيم درجات الحراره عادت للمعدلات الصيفيه هنفضل حاسين في ارتفاع قيم درجات الحراره، وكمان احنا كل قيم درجات الحراره اللي بنقولها اذا كان محسوسه او حتى مقاسه في الظل دي كلها قيم درجات الحراره في الظل، لكن تعرضي لاشعه الشمس هيزود احساسه بارتفاع درجات الحراره، خاصه كمان ان من اسباب هذه الموجه ان احنا مع نهايه الاسبوع هنتاثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا هيعمل بشكل كبير على زياده فترات سطوع اشعه الشمس وهيحدث الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض، فهنا هنفكر كل الساده المواطنين ان احنا لازم نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فترات ظهيره وتحديدا من 12 الظهر 4-5 العصر، لان الفتره دي شده اشعاع الشمس عاليه بشكل كبير وبسجل قيمه درجه الحراره العظمى، انا لو اضطريت ابقى موجود في الشارع في الوقت ده لازم يكون معايا غطاء راسي يحميني من اشعه لازم يكون معايا غطاء راسي يحميني من اشعه الشمس شمسيه او كير، وعدم الوقوف تحت اشعه الشمس فترات طويله مهم جدا دايما اغير درجه حراره الجسم باستمرار كل نص او ربع ساعه، نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل واهمهم الميه، ازازه الميه في ايدي على مدار اليوم وحتى لو مش عطشان هشرب ميه، مهم كمان عدم طرق اي مواد قابله للاشتعال داخل السيارات والعاب السريه البطانات او العربيه تتسكن في الشارع تحت اشعه الشمس، وكمان الملابس بقدر الامكان تكون قطنيه في الصدر فتح الرجول، لان احنا بنقول حتى لو احنا في الاجواء المعتاده قيم درجات الحراره في الصيف مرتفعه اعلى من المعدلات الصيفيه المعتاده، خاصه بقى احنا في الفتره دي فناخد احتياطاتنا بقدر الامكان في كافه محافظات الجزء. يعني نصائح مهمة جدا بنشكر حضرتك عليها يا دكتورة منار، يمكن زملائي جمانة ومصطفى اتكلموا في أول الحلقة عن الموجة الحارة اللي بنمر بيها وقلت لهم دكتورة منار هتدينا نصائح مهمة جدا بنشكر حضرتك عليها. دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تعالوا بقى مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة متوقع فيها العظمى تكون 39 والصغرى 28 والعاصمة الإدارية 40-27، الإسكندرية 36-25 والعلمين الجديدة 33-24، مطروح 34-25، دمياط 34-27، بورسعيد 34-27 أيضا، والإسماعيلية 40-26، في السويس العظمى 39 والصغرى 26 وفي العريش 36-26، أما في كاترين فالعظمى 34 والصغرى 19، طهبة 37-27، حلايب 36-30 وشلاتين 41-28، شرم الشيخ 39-29 والغردقة 40-30،
الفيوم 39-26، بني سويف 40-26، الوادي الجديد 40-26 أيضا، وأسيوط 41-26، سوهاج 41-27، إنا 42-30، والأقصر 42-29، وأسوان 43-29. دي كانت نشرتنا الجوية المفصلة، تفاصيل الطقس كلها مع بعض النصائح المهمة اللي ريت ناخد بالنا منها. دلوقتي عودة مرة تانية لمصطفى وجمانة ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرك يا هلا، شكرا جزيلا. كمان نشكر طبعا دكتورة منار، قالت لنا فعلا نصائح. شكرا يا هلا. شكرا. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيستقبل وزير الخارجية ووزير شؤون المصريين في الخارج السفير بدر عبد العاطي وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي في العاصمة الإدارية الجديدة، بيعقب اللقاء مؤتمر صحفي مشترك بين الوزيرين. النهاردة هتبدأ الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان طرح كراسات شروط مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة حتى يوم الأربعاء الموافق 24 من الشهر الجاري. وأعلنت هيئة تعاونيات البناء عن فتح باب الحجز ل 29 وحدة سكنية استثمارية تسليم ديسمبر 2024، وده ضمن وحدات مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة بقطاع الأندلس خلف الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة. لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع مباراة قوية في إطار دور نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2024، هيلتقي منتخب إنجلترا مع منتخب هولندا في تمام الساعة 10 ليلاً. طيب نروح مع حضراتكم للجهاز القومي للتنسيق الحضاري اللي أدرج اسم الفنانة مديحة كامل في مشروع عايشة هنا، وتم وضع لافتة تحمل اسمها وعنوانها على باب منزلها اللي موجود في عمر توسن بالمهندسين. كلنا عارفين طبعا مشروع عايشة هنا، اللي لو مشينا في القاهرة وخصوصا في وسط البلد يعني هنلاقي لافتاته يعني على أبواب أهم العمارات هناك. الجميلة مديحة كامل طبعا بدأت مشوارها الفني عام 1964 بأدوار صغيرة مثلتها على خشبة المسرح وعلى شاشة السينما. انطلاقتها الكبيرة كانت في فيلم الصعود إلى الهوية مع الفنان محمود ياسين. تعتبر مديحة كامل واحدة من أهم نجمات السينما المصرية اللي قدمت عدد كبير من الأعمال اللي لسه محفورة في أذهان محبيها. يعني مشروع عايشة هنا أنا بالنسبة لي من أهم المشروعات والمبادرات الحقيقة اللي موجودة، المبادرات طبعا الثقافية اللي موجودة، لأنه الحقيقة مصطفى هي بتقرب وتوثق حياة فنانين وسياسيين وقامات مصرية موجودة، وكمان بتبقى سريعة يعني العين بتسجلها وبتثبت كمان في أذهاننا وفي ذاكرتنا، فتحس طول ما أنت ماشي كده كبسولات تاريخية لطيفة جدا وسريعة جدا دايما بتثبت في ذاكرتك. ده حقيقي. ولو شفنا كمان في وسط البلد هنلاقي في عمارات فيها أكتر من يافطة، وسط البلد والزمالك الاثنين طبعاً. اكتر من يافطة، هنا عاش محمود ياسين، هنا عاش محمود المليجي، هنا عاش محمد رضا، هنا عاش مش عارف مين. فهو مش نوع من انواع التاريخ، ده كمان نوع من انواع يعني الابهار البصري للمحروسة او للقاهرة ولزوار القاهرة اللي جايين، مش يشوفوا بس الاهرامات والمتحف لا، يشوفوا قوتنا الناعمة اللي عاشت على الارض وازاي كانت جزء من هذا النسيج. وتكريم لسيرة طبعا القامات دي كلها اكيد. ده حقيقي جدا، ده حقيقي جدا. النهارده ايضا هو ذكرى وفاه الفنان محمود رضا. الفنان محمود رضا بالطبع هو احد اساطير الفنون الشعبيه اللي اسس مع شقيقه علي رضا فرقه رضا للفنون الشعبيه في نهايه الخمسينيات، ونجح بالوصول بهذه الفرقه الى العالميه وقدم عدد كبير من العروض والفولكلور المصري في جميع انحاء العالم. يوم ذكرى وفاة الفنان محمود رضا أحد أساطير الرقص في مجال الفن الشعبي المصري، حيث أسس مع شقيقه علي رضا فرقة رضا للفنون الشعبية في نهاية الخمسينيات، ونجح بالوصول بفرقته إلى العالمية والعرض بجميع أنحاء العالم والمشاركة في الكثير من المحافل الدولية المهمة. كان بدام إحنا ما عندناش رقصة شايعة، وطبعاً مش عايزين إحنا نتخلف عن البلاد التانية وفي المناسبات بتاعتنا، بدل ما بس ننط ونقول هي وبتاع يبقى عندنا رقصة نرقصها، فممكن ان احنا نبتدي نعمل رقصه
وبعدين نسيب الناس يزودوا عليها ويحسنوا فيها ويمكن يعملوا كمان رقصات تانية. ولد محمود رضا في 11 نوفمبر 1930 بالقاهرة ليت فكرته بعد أن شاهد عرض قدمته فرقة من الأرجنتين على مسرح الجامعة، وذهب محمود رضا إلى الكواليس ليتعرف على أفراد الفرقة ويعبر لهم عن إعجابه بالعرض. وبعدما علم راقصو الفرقة بأن محمود رضا هاون للرقص عرضوا عليه الانضمام إلى الفرقة ليوافق على الفور ويقدم معهم عروضاً داخل القاهرة، كما سافر معهم إلى الإسكندرية إلى أن وصل إلى تقديم عرضهم بروما وباريس. وخطرت بباله فكرة تأسيس فرقة مصرية للرقص الفلكلوري بعد مشاركته مع الفرقة الأرجنتينية بهدف الحفاظ على تراث مصر الفلكلوري ونقله إلى العالم. بعد ما تخرجت من كلية التجارة اشتغلت محترف راقص مع فرقة أجنبية، ودي يمكن البداية لأني كنت بعمل رقص شعبي أرجنتيني وسافرت معهم إيطاليا وفرنسا، فجت لي من هنا الفكرة طب ليه ما عملش أنا حاجة مصري، هل حد عمل؟ فلقيت مفيش. تكونت الفرقة ب14 راقصاً و13 فرداً من الموسيقيين، وانطلقوا لتقديم أول عرض استعراضي لهم عام 1959 على مسرح الأزبكية الصيفي، لتنتشر الفرقة وتحقق نجاحات متتالية ويصبح اسمها معروفاً. وانضمت الفرقة إلى وزارة الثقافة، وكان بمثابة تطور مهم للفرقة، فقد زاد عدد الراقصين إلى 80 فرداً، فيما تخطى عدد العازفين 100 عازف عالمنا في 10 يوليو 2020 بعد صراع مع مرض الشيخوخة عن عمر ناهز 90 عاماً. في ذكرى وفاته من اهم الفرق الاستعراضيه في مصر الحقيقه، يعني والمتعرف عليه كمان اقول لك على معلومه سريعه كده. مصطفى كان متعرف عليه طبعا ان نجمه فرقه رضا الملكه، طبعا ملكه الاستعراض في مصر فريده فهمي، لكن الحقيقه انه كان قبل فريده فهمي كانت نعيمه عاكف، ولكن لرحيلها المفاجئ عن الفرقه جت فريده فهمي. بس هي الاشهر طبعا، لان هي كان يعني نعيمه عاكف اللي ما بداتش معاهم، اللي بدات معاهم كانت فريده فهمي، واللي كان ليها دور كبير جدا طبعا في نجاح فرقه رضا. فرقه رضا كانت من اهم الفرق الاستعراضيه، والحقيقه هي اول فرقه استعراضيه خاصه مصريه، طبعا مصريه خاصه، وكانت من كتر ما هي بالفعل كانت فرقه محترمه وتقدم فن هادف تم ضمها زي ما تابعنا مع حضراتكم خلال هذا التقرير لوزاره الثقافه. وكنا بنتابع في الافلام عاده زمان يا مصطفى، كانت الفرق الاستعراضيه كان ليها تواجد، لكن طبعًا بيبقى بعد المغني او بيبقى بعد النجم الموجود في الفيلم، لكن فرقه رضا كان ليها تواجد بذاتها، حتى كان من اهم كمان نجوم الغناء اللي كانوا ضمن اعضاء فرقه رضا كان محمد العزبي وكارم محمود. فرقه الحقيقه فرقه رضا فرقه عظيمه جدا، قدمت كتير جدا للفن المصري يا مصطفى. هي فعلا هي فرقه رضا زي ما قالت جمال، لان للاسف الشديد زي اي مشروع المؤسس لما بيموت ما بتفضلش الـ يعني القصه زي ما المؤسس كان موجود. يعني عايز اقول فرقه رضا حطت ايديها على الفن او الفولكلور الشعبي، الرقصات في الصعيد في منطقه القناه السمسميه وخلافه، الرقص الفلاحي، الرقص البدوي، وعملت ميكس جميل جدا بيمثل رأس النوبي الحاله المصريه في هذا الامر، عملت حلاوه شمسنا، عملت الاقصر بلدنا بلد سواح، وشفنا كل الكلام ده. ولكن للاسف الشديد الموضوع بيخفت، محتاجين اعاده احيائها مره ثانيه. في الحقيقه انا بوجه نداء لوزير الثقافه الجديد، محتاجين الاهتمام بده، دي من اهم الحاجات اللي فعلا بتلفت النظر لمصر طبعا، وللمصريين وللثقافه المصريه وللشكل المصري عموما في الغناء وفي الموسيقى. كل تاكيد. طيب النهارده ذكرى وفاه لورنس العرب، الفنان الكبير عمر الشريف، جان السينما المصريه والعالميه، واللي توفي في 10 يوليو 2015 بعد رحله عطاء فنيه كبيره جدا سواء في السينما العالميه أو المصرية. تعالوا نتابع مع حضراتكم هذا التقرير عن أهم المحطات في حياة الفنان العالمي عمر الشريف. موسيقى
تحل اليوم ذكرى رحيل لورنس العرب الفنان الكبير عمر الشريف جان السينما المصرية والعالمية الذي توفي في 10 من يوليو عام 2015 في أحد مستشفيات القاهرة عن عمر يناهز 83 عاماً بعد إصابته بأزمة قلبية. ولد الفنان الراحل عمر الشريف عام 1932 بالإسكندرية، وكان والده تاجر أخشاب، أما والدته كلير سعادة فكانت سيدة مجتمع من أسرة ذات أصول لبنانية وسورية. وخلال دراسته كانت له العديد من التجارب على المسرح المدرسي، والتحق بكلية فيكتوريا البريطانية في الإسكندرية. بعد تخرج الفنان عمر الشريف سافر إلى لندن لدراسة التمثيل في الأكاديمية الملكية للفنون الدرامية، وقدم بعد عودته إلى مصر العديد من تجارب الأداء، كما شارك في عروض مسرحية على خشبة مسرح فيكتوريا كوليدج التي كان يدرس بها، إلى أن عرض عليه زميله في كلية فيكتوريا المخرج العالمي يوسف شاهين بطولة فيلمه صراع في الوادي عام 1954 مع فاتن حمامة، ومنحه اسم عمر الشريف، وانطلق بعد ذلك نحو النجومية بعد نجاح صراع في الوادي. في عام 1955 تزوج عمر الشريف من فاتن حمامة وأنجبا ابنهما طارق، واجتمع الشريف مع فاتن حمامة بعد ذلك في عدد من الأفلام، هي أيامنا الحلوة، صراع في الميناء، لا أنام، سيدة القصر، نهر الحب، وأرض السلام. كلام الحلو بقلوب السيمة. عرفت السيمة كمان، رحتيها؟ رحتها البيت اللي في السيمة، قالت للواد اللي بتحبه يا ريتني حتة منك، عايزة أكون جوه قلبك وروحك، كلام فارغ لكن لذيذ. في أوائل الستينيات التقى بالمخرج العالمي ديفيد لين الذي اكتشفه وقدمه في العديد من الأفلام، وكان فيلمه الأول لورنس العرب في عام 1962 الذي لاقى شهرة جماهيرية كبيرة، واستمر عمر مع نفس المخرج ديفيد لين ليلعب عدة أدوار في عدة أفلام ناجحة. You are mad. To come to Aqaba by land, we should have to cross the Nefu desert. That's right. وقرر عمر الشريف أن يستقر في أوروبا عام 1965 بشكل نهائي، الأمر الذي أثر على زواجه من فاتن حمامة وأدى إلى انفصالهما عام 1966، ثم طلاقهما بشكل نهائي عام 1974، ولم يتزوج مرة ثانية منذ انفصاله عن فاتن حمامة. ومنذ الستينيات حتى بداية التسعينيات ظل مقيماً خارج مصر ومنشغلاً بأدواره العالمية في السينما الأمريكية والأوروبية التي قدم خلالها أدواراً كثيرة ومتنوعة بين الحربي والدرامي والكوميدي، حتى استقر بشكل نهائي بمصر ببداية التسعينيات. حصل الفنان عمر الشريف خلال مشواره الفني الطويل والمميز على عدد من أرفع الجوائز السينمائية، وقدم وللمرة الأولى في حياته مسلسلاً تلفزيونياً حمل اسم حنان وحنين، كما حصل على العديد من الجوائز، منها جائزة الأسد الذهبي من مهرجان البندقية السينمائي عن مجمل أعماله، ورشح لجائزة الأوسكار عن أفضل ممثل مساعد في فيلم لورنس العرب، وفي عام 2004 تم منحه جائزة مشاهير فناني العالم العربي تقديراً لعطائه السينمائي. Il a fallu que je meure pour avoir le plaisir de te rencontrer. في الحقيقة محطات متنوعة يعني أثرت في تاريخ ومسيرة الفنان العالمي عمر الشريف. خلينا نتعرف يعني على تفاصيلها مع الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف شرف اللي نورنا على التليفون. أهلا بك يا أستاذ أشرف. أهلا بك يا أستاذ. أهلا بحضرتك. خلينا نتكلم عن أول نقطة تحول في الحياة الفنية لعمر الشريف، إزاي يعني خليته ينتقل من مصر للعالمية؟ طبعا القصة الشهيرة المعروفة لما كان موجود المخرج العالمي ديفيد لين في القاهرة وشافه ورشحه للورنس العرب، يعني أكيد هي دي نقطة التحول الحقيقية يعني في مشوار عمر الشريف. والتفصيلة دي هو بعد يعني التعامل مع ديفيد لين اللي هو آمن بموهبته ورشحه طبعا واشتغل معاه، وطبعا لورنس العرب خد عنه اترشح للأوسكار وما خدهاش، ولكن خد جائزة جولدن جلوب، وخد أيضا أفضل يعني ممثل مساعد وأفضل وجه صاعد عن الفيلم. فدي أكتر نقطة خلت عمر الشريف يركز، عرف ان هو لو ركز في العالميه يقدر يحط رجله في اوروبا
في اوروبا بشكل كبير جدا. كمان دكتور ريفاجو برضو خد عنه جولدن جلوب وكان من اهم افلامه الحقيقه. طيب استاذ اشرف، بعد التحيه عايز اعرف من حضرتك حاجه. يعني خلينا نقول ان مفاتيح الفنان في السينما المصريه اكيد تختلف عن مفاتيح الفنان في السينما العالميه. صحيح. ازاي عمر الشريف قدر ان هو يعني يتعامل مع المفاتيح اللي هذه المفاتيح او الادوات للفنان في السينما العالميه اللي بتختلف بالمناسبه عن السينما في مصر واداء الفنان في مصر؟ يعني عمر الشريف اعماله العالميه مش مقتصره فقط على لورنس العرب، ده في دكتور جيفاجو، فاني جيرل، ذا يلو رولز رايز، في يعني افلام كتير جدا. ومسي ابراهيم، حتى مسي ابراهيم من الافلام الاخيره اللي خد عنها جائزه سيجار، اعتقد ان هو بحكم ثقافته الواسعه واطلاعه ودراسه التمثيل في لندن ما اكتفاش ان هو بقى ممثل ونجم في مصر كبير جدا، لا ده سافر ودرس التمثيل، وهو كمان دراسته في فيكتوريا كوليدج في اسكندريه، انت عارفه في الفتره دي كانت في كل الثقافات وكل الجنسيات، اليونانيين والايطاليين والفرنسيين كانوا موجودين في مصر. اعتقد انه الثقافه الواسعه والاختلاط بجنسيات مختلفه هو اللي خلاه يكمل ويستمر. كمان هو ما اتخذش كدور مساعد، لا دي بطوله، يعني فكره انه بطل. صحيح. انه انت عارفه انه هو دايما بيطلعوا العربي هو دور صغير. صحيح. اللي من اصول عربيه ومش عارف، دور هامشي جدا يعني. اللي هو فكره اي ممثل عربي، واعتقد المجد اللي وصله عمر الشريف ما فيش اي ممثل عربي ولا هيفضل يقدر يوصل للمنطقه اللي وصلها عمر الشريف في الحقيقه في السينما العالميه تحديدا يعني. صحيح. طب السؤال الاخير، ايه اللي خلاه كده؟ يعني عندنا ممثلين كتير راحوا هوليود ومثلوا بره، ولكن زي ما قلت كده هاخد يعني طرف الخيط من جومانا، هي قالت ان هو الوحيد اللي قدر ياخد ادوار كبيره ويستطيع ان هو يعني يمثل مصر تمثيل مشرف بالفعل، مش مجرد ادوار هاشميه. ايه اللي خلاه يبقى كده؟ زي ما قلت لحضرتك ان هو الفرصه جات له على طبق من ذهب لما ان هو يبقى دور رئيسي في لغه العرب، وابتدى ياخد جايزتين جولدن جلوب، جايزتين عن فيلم واحد اللي هو جايزه افضل ممثل مساعد وافضل وجه جديد. وبعد كده لما عمل دكتور زيفاجو اعتقد انه خلاص كده رسخ فكره ان هو موجود في اوروبا، موجود بشكل كبير جدا، والفيلم يعني يعد من اهم الافلام البريطانيه الحقيقه، يعني ان ما كانش اهمها انه يعمل فيلم زي ده لاديب نوبل الروسي الشهير بسترناك. يعني اعتقد ان هو عمر الشريف عارف ازاي يعني يستغل الفرصه جيدا. الباقي طبعا يعني هو حتى فكره الترشيح للاوسكارز حتى الان هو شيء كبير، يعني حتى كمان نجم عمر الشريف في فاني جيرل على ما اتذكر كان امام باربرا سترايسند، ودي كانت من اهم النجوم اللي كانوا موجودين في وقتها. فيعني الفنان عمر الشريف الحقيقه صحيح تمثيل مشرف جدا 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 لمصر، مش بس مثل باللغه الانجليزيه زي ما انت كنت تقول يا مصطفى، كمان اللغه الفرنسيه باتقان حديث الغريب عالي جدا، واتقان كمان لادوات النجم العالمي مش بس المصري ولا حتى العربي. يعني انت سهل تترجم، سهل تتكلم، سهل لكن تمثل، دي فعلا الاصعب. شكرا لك الاستاذ أشرف شرف الكاتب الصحفي، كلمتنا عن النجم العالمي عمر الشريف. ودلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لأهم وآخر الأنباء بصحبة زميلتنا هلال الحمراوي. تفضلي هلال. شكرا مصطفى. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث تمت مناقشة آخر مستجدات الجهود المشتركة للتوصل لاتفاق للتهدئة ووقف إطلاق النار بقطاع غزة. وأكد الرئيس السيسي الموقف المصري الرافض لاستمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، مشددا على أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الحرب وضمان إنفاذ المساعدات الإغاثية بما يكفي للتخفيف الحقيقي من الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون بالقطاع. كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة اتخاذ خطوات جادة ومؤثرة لمنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة.
أعلن مصدر رفيع المستوى عقد اجتماع رباعي اليوم بالدوحة يضم وفود مصر والولايات المتحدة وقطر وإسرائيل لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل للوصول إلى اتفاق للهدنة في أقرب وقت، موضحا أن رئيس المخابرات المصرية ونظيره الأمريكي سيرأسان وفود مصر والولايات المتحدة بالاجتماع. وأفاد المصدر أن مصر أكدت مواقفها الثابتة حول ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. كما أشار المصدر أن هناك اتفاقا حول الكثير من النقاط وأن المفاوضات ستتواصل غدا بالقاهرة وسط نشاط مكثف للوفد الأمني المصري لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف. ارتفع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت خياما تأوي عائلات نازحة أمام مدرسة في بلدة عبسان جنوب قطاع غزة إلى أكثر من 30 شهيدا وعشرات المصابين. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن من بين المصابين حالات خطيرة وحرجة ولا زالت الطواقم الطبية تتعامل معها. من جانبها قالت حركة حماس إن المجزرة التي نفذها جيش الاحتلال بمدرسة العودة تمثل إمعانا في حرب الإبادة والمجازر البشعة ضد الشعب الفلسطيني. هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي من وحدة ماجلان خلال معارك وسط قطاع غزة. هذا وأعلنت إسرائيل مقتل شخصين في هضبة الجولان المحتلة نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من جنوبي لبنان. ومن جانبه أعلن حزب الله اللبناني قصف مقر قيادة فرقة الجولان 210 في قاعدة نفح الإسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا. كما أعلن حزب الله مقتل أحد عناصره في قصف إسرائيلي على بلدة شقرة في جنوب لبنان. أعلنت قوات الحوثي تحقيق إصابات مباشرة باستهداف 3 سفن في بحر العرب وخليج عدن، إحداها إسرائيلية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية. من جانبها أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تدمير طائرة مسيرة تابعة لقوات الحوثي في منطقة تسيطر عليها داخل اليمن، مشيرة إلى أن المسيرة الحوثية مثلت تهديدا وشيكا لقوات التحالف والسفن في المنطقة. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخائر وكل ما تحتاجه من معدات. وأضاف بايدن أن الناتو يمر بمرحلة محورية ولحظة حاسمة. وأضاف بايدن أن حلف الناتو أقوى من أي وقت مضى مع انضمام أعضاء جدد للحلف، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا ورومانيا ستزود أوكرانيا بأربع منظومات باتريوت. أعلن الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ أن الحرب في أوكرانيا أظهرت ثغرات كبيرة في الجاهزية القتالية لحلف الناتو. وخلال منتدى للصناعات العسكرية على هامش قمة الناتو في واشنطن قال ستولتنبرغ إن واقع الحرب في أوكرانيا أظهر ليس فقط أن مخزوناتنا وقدراتنا الإنتاجية قليلة للغاية، بل وأظهر ضعفا في قدرة قوات الحلف على التفاعل فيما بينها. انتهى موجز 8 وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. الحقيقة انه الـ AI او الذكاء الاصطناعي بقى يعني متواجد في حياتنا بشكل كبير جدا، ده حتى ان بقى في شخصيات يا مصطفى بقت يعني AI، شخصيات غير حقيقيه بقت موجوده وبتنافس في نفس المسابقات اللي كنا دايما بنسمعها عن الاشخاص الطبيعيه. اصلا فكره تقول اشخاص طبيعيه واشخاص غير طبيعيه دي في حد ذاتها يعني دخلنا شويه حته ثانيه خالص كنا بنشوفها في الافلام يعني. ايوه المهم اسمعوا بقى اللي هتقول انه في فتاه اليه ايوه اسمها كنزه ليلى فازت بلقب ملكه جمال الذكاء الاصطناعي لاول مره في العالم، وقدرت تفوز على اكتر، هي مش لوحدها، على اكتر من 1500 منافس حاسوبي وحصلت على اللقب. راحت عليكم خلاص شكرا. حتى يعني حتى ملكات الجمال. طيب ايه قصه الروبوت كنزه ليلى؟ ده اللي هنعرفه بالتفصيل من ضيفتنا اللي تنضم لينا عبر تطبيق زوم، دكتوره مروه الحفناوي المحاضر بوزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للجيل الخامس والذكاء الاصطناعي. اهلا بيك يا دكتوره.
اهلا بحضرتك استاذ مصطفى وكل الساده المشاهدين. ايه قصه كنزه ليلى؟ ايه اللي خلاها اول ملكه جمال في العالم للذكاء الاصطناعي؟ خلينا نبتدي من ان دي مسابقه لسه جديده معموله السنه دي، طبعا شارك فيها اكتر من 1500 شخصيه افتراضيه من شركات مختلفه حول العالم، وكنزة كانت من المؤهلين في الآخر أو آخر 10 مؤهلين للجائزة دي، فهي أخذت المركز الأول. دي جائزة لل خلينا نقول لملكة جمال الذكاء الاصطناعي. طب يعني يا دكتور، طبعا بعد التحية، عارفين معايير اختيار ملكات الجمال بشكل عام؟ طبيعيات. يعني معايير اختيار ملكة الجمال الافتراضية كانت ايه؟ هو عملوا 3 معايير لاختيار ملكة جمال الذكاء الاصطناعي. اول معيار كان طبعا الجمال، والتاني كان التكنولوجيا اللي هما بيستعملوها، والتالتة كانت مدى التأثير، لان هو كان اكتر حاجة بيتطلبوها هو كل شخصية من اللي اتقدمت ديت ليها منص او ليها زي صفحة على السوشيال ميديا، ومينلي كانت على الانستجرام، وبيشوفوا هي قد ايه تقدر تأثر في الناس. وكنزة كانت من اكتر المؤثرين، بحيث انها كانت جايبة في حدود 200,000 متابع، وكون ان يبقى فيه هذا الكم من المتابعين والتأثير عليهم، ده يعتبر من الانجازات اللي حصلت في هذا المجال. يعني اللي في اي حوار داير، ان في اي رد على الأسئلة للمتابعين، كانت هي كنزة اللي بترد عليه. وطبعا هي كنزة في الآخر هي شخصية افتراضية معمولة بتقنية هايلة، لأن استعملوا فيها يعني أكتر حاجة نقدر نشوفها إن إحنا مش حاسين إن هي شخصية افتراضية أو إن هي شخصية مش واقعية. هي الجمال طبيعي جدا، معالم الوش طبيعية جدا، ودي كانت من الحاجات المهمة برضو اللي كانوا بيقيموا على أساسها الجمال. هي الأستاذة كنزة ليلى جنسيتها إيه؟ يعني القائمين عليها جنسيتها مغربية الجنسية. فطبعا هي واخدة الطابع العربي الشديد ومحجبة. فدي كانت من الحاجات اللي أظهرت جدا الطابع الشرقي. وهي بس دي صور اللي شايفانا دي صور AI يعني طبعا هي مش شخصيه واقعيه خالص، هي مش موجوده في الحياه، لكن حضرتك لو شفتها واي من الساده المشاهدين شافها، هي بالنسبه لي اكنها شخص طبيعي جدا. طيب يا دكتور، حضرتك بتقولي هي كنزة ليلى كان عندها 200,000 متابع على انستغرام ومؤثره بشكل كبير، تاثيرها كان في نطاق ايه؟ وازاي قدرت تجمع ال 200,000 متابع؟ هي كانت في نطاق تمكين المرأة في المغرب والشرق الأوسط، هي أخذت هذا المجال، وده مجال كبير يعني بالذات في عالمنا العربي وفي الشرق الأوسط. أيوة، إزاي ده حصل؟ يعني هل كانت بتتواجد مثلا في محافل ليها علاقة بتمكين المرأة؟ هل كانت بتخرج في فيديوهات مثلا لمتابعينها؟ أثرت إزاي؟ هي طبعا خرجت في فيديوهات، عملت فيديوهات كتير، لان احنا لو دخلنا على الانستغرام بيج بتاعتها هنلاقي هي عامله فيديوهات وبتتكلم فيها، فهي كنزة تقدر تتكلم 7 لغات. لا ما احنا براحتنا بقى، يعني معنا شخص افتراضي احنا براحتنا. بالظبط، يعني هي بتتكلم لغه عربيه وبتتكلم لغات اخرى، فهي كانت قادره انها تعمل مشاركه رائعه مع المتابعين. ليها كم من الصور وكم من زي ما نقول الكومنت او التعليقات المؤثره في هذا المجال. ولو شفنا حتى الشخصيتين اللي طلعوا بعد كده في المركز الثاني والثالث، فهي الشخصيه الثانيه كانت من فرنسا والثالثه كانت من البرتغال، هنلاقيهم برضو اخذوا في مجال التاثير. يعني الشخصيه الثانيه من فرنسا كانت اخذه في مجال التاثير، المشاركه بين الشعوب وبين الثقافات. فهو برضو اعتمدوا زي ملكات الجمال كده، بيعتمدوا على مدى ثقافه الشخصية اللي هي مفروض متقدمة لملكة جمال. طب ويعني هي مش روبوت، هي شخصية افتراضية، ده اللي أنا فهمته كده من حضرتك؟ تماما بالضبط، شخصية افتراضية معمولة بكود أو بخوارزميات الذكاء الاصطناعي. مين بقى اللي بيقوم على ده؟ يعني هل دي فرق؟ هل دي شركات؟ هل دول
ناس بيشتغلوا في السوشيال ميديا وحبوا ان هم يعملوا حساب يطلعوا بيه السما. يعني انا عايز افهم مين اللي في الكواليس. بالنسبة لكنزة هي شركة مغربية الأصل موجودة في المغرب، وهم شغالين في مجال الذكاء الاصطناعي وقرروا ان هم يشاركوا في هذه المسابقة عشان يوروا الناس برضو مدى التقنية العالية اللي هم وصلوا لها. فهم ما شاء الله قدروا ان هم يثبتوا للعالم كله ان هم عدوا يعني في هذا المجال، وقدروا ان هم ينافسوا على المجال العالمي. يعني ده ممكن يبقى مشروع كويس يا دكتورة؟ مشروع كويس للي عايز يشتغل. طبعا مجال الذكاء الاصطناعي مفتوح للناس جميعا، وعندنا يعني تم تطبيقات عليه كثيره جدا. دي كانت احدى التطبيقات بتاعته اللي ورد قد ايه التقنيه وقد ايه رسم الشخصيه، مش بس الشخصيه من الخارج والشخصيه من الداخل كمان، بحيث ان هم قدروا يطوروا في المودلز ان هي بترد تلقائيا ولحظيا على اي سؤال بيجي لها او بيتوجه لها. طيب دكتور مروة، حضرتك أشرتي أنه من ضمن معايير اختيار كنزة ليلى التكنولوجي المستخدمة فيها والمطبقة عليها. إيه الفرق ما بينها وما بين لو هنتكلم حتى على الشخصيتين الافتراضيتين اللي كانت بعدها، الشخص التانية والتالتة أو الوصفتين، يعني لو بمصطلحات مسابقات الجمال، إيه الفرق في التكنولوجيز؟ لأنه أكيد هم كمان مزودين بخاصية الرد، وايضا اكيد في كمان مخزون من المعلومات وطريقه التعامل اكيد كان موجود برضو. بالظبط، هي كل شركه طورت الشخصيه اللي قدامها، طورتها بمعاييرها هي وبالاكواد الخاصه بيها هي. حتى لو كانوا استعملوا مثلا تول او اداه للذكاء الاصطناعي، فهم اخذوا الموديل وطوروه بحيث ان هو يليق مع الشخصيه. فطبعا ده مجهود خرافي. ما حصلش ان هم مثلا المسابقه ما اعلنتش كل شخصيه منهم وصلت لحد فين في هذا المجال، لكن هي واضح جدا من مدى التقنيه العاليه اللي جت بيها الشخصيات ان احنا مش قادرين نفرق بيها بين الشخص الواقعي او الشخص الحقيقي والشخص الافتراضي، ان دي كانت تقنيه عاليه جدا في المودلز والاكواد اللي استعملوها للذكاء الاصطناعي. طب سؤال اخير يا دكتور، ويعني ارجو من حضرتك رد سريع نظرا لضيق الوقت، مين اللي كانوا قائمين على اختيار ملكة الجمال؟ هما كان في اربع محكمين اساسيين في المسابقه ديت، منهم اللي بيشتغل في مجال الجمال والتجميل وكل الحاجات دي، ومنهم اللي بيشتغل في مجال الذكاء الاصطناعي برضه ليه في مجال الذكاء الاصطناعي بالتجميل، ومنهم اللي كانوا الأشخاص المؤثرين. فهم كان في ثلاث سيدات ورجل كلهم بيشتغلوا في حوالين المجال بتاع الجمال والذكاء الاصطناعي والتأثير، ومنهم كمان رواد الأعمال اللي ليهم اوريدي شركاتهم الشخصية وقالوا إن هم هيحطوا مبالغ مالية كبيرة جدا بعد كده لهذه التكنولوجيا عشان يطوروها ويشوفوا هيوصلوا بيها لحد فين. طبعا احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتوره مروه الحفناوي، محاضر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للجيل الخامس والذكاء الاصطناعي. واضح ان احنا بصدد عصر جديد. هيبقى السؤال، هل هذا الشخص هو شخص حقيقي ام شخص افتراضي؟ يعني وخلي بالك برضو واضح ان احنا قدام بيزنس جديد. أكيد ده اللي أنا فهمته. يعني مش جديد، أعتقد كمان بقاله فترة مستقبلا طبعاً بيدخل مجالات جديدة، بس دي صناعة مهمة جدا، لأن أنت ممكن تبقى قاعد من وراء الشاشة بتصنع شخصية قمة في الجمال، أو بتصنع شخص مثالي جدا بيتكلم، وبتجيب بقى حد في القيم وتحطها من خلاله، وتحب حد في مش عارف الذكاء تحطها من خلاله، في الثقافة في السياسة. فالأفق أنا عمال هي بتتكلمني على الموضوع، الأفق ومشروع رهيب، بس طبعا محتاج ناس تضخ في فلوس علشان توصل بيه للارقام اللي اعتقد ان هو محتاج ايضا تشريعات عالميه طبعا عشان تقدر انت يعني تميز ان ده شخص حقيقي ولا مش شخص حقيقي. على اي حال خلينا نروح لموضوع تاني ومشروع تاني. كلمني، ده مشروع تخرج عملته جامعه كفر الشيخ، كلمني بيستخدم الذكاء الاصطناعي ايضا في تحويل لغه الاشاره الى نص وصوت. كلمني بيعتبر اول تطبيق مصري بيساعد الصم وضعاف السمع على التواصل مع الآخرين بكل سهولة. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر من الأستاذ عبد الرحمن موسى، طالب بكلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ. صباح الخير عليك يا عبد الرحمن، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير
صباح الخير يا فندم. صباح الخير استاذ جوان. اهلا بيك. طب عرفنا بقى اكتر عن مشروع كلمني، يعني قلنا ايه التفاصيل الاساسيه لهذا المشروع واللي تم العمل عليها؟ والله احنا في البدايه خالص قبل ما نختار المشروع بتاع كلمني دي اداه او سيل لانجويج بصفه عامه، احنا كان قدامنا كذا حاجه ممكن نجيب منها الفكره، مثلا في المجال الطبي، في المجال الصناعي، في المجال الزراعي. ولكن لما جينا في تطبيق كلمني فاحنا لقينا في مصر حوالي يعني ما يقارب من 8 مليون شخص من الصم والبوك. كمان عندنا في مصر فوق 300 مدرسه الخاصه بمدارس الصم والبوك. فاحنا لقينا ان هنا عندنا تحدي ان احنا نعمل حاجه بحيث انها تخدم الناس دي وتسهل عليهم التواصل في التعليم او في اي مجال. تطبيق كلمني زي ما حضرتك قلت او حضرتك قلت في الاول، اللي هو اول تطبيق مصري من نوعه، دمج ما بين الذكاء الاصطناعي وموديل 3 دي. هي شخصيه ثلاثيه الابعاد، هي مسؤوله ان هي هتحول لي الكلام بتاعي لسان لانجوج او لغه اشاره. ثاني جزء عندي وهو هنا جزء الذكاء الاصطناعي، وهو هنا اللي هيحول لي لغه الاشاره ديت لتكست او كلام او نص مسموع. هنا استخدمنا خوارزميات متقدمه في الذكاء الاصطناعي، الحمد لله طلعت معانا كفاءه عاليه جدا وأكوريسي عاليه جدا. ثاني جزء او ثالث جزء معانا هنا في الابلكيشن بتاع كلمني، وهو جزء خاص بالتعليم. الجزء الخاص بالتعليم ده عندنا فيه قسمين، قسم اسمه جرب وقسم اسمه شاهد. قسم اسمه شاهد ده، القسم ده فيه زي كلمات بحيث ان الشخص اللي داخل اذا كان بقى من اصحاب الصم والبكم او الشخص العادي ان هو يقدر يتعلم لغه الاشاره بحيث ان هو يقدر يتواصل مع الناس اللي في الابلكيشن. ثاني جزء اللي هو جرب، هو بعد ما يشوف الموشن بتتعامل ازاي او الاشاره بتتعامل ازاي، هنا بقى هيبدا يجرب ويشوف هي اتعملت صح ولا غلط. في جزء رابع عندنا، وهنا ان احنا بنسهل شويه ان احنا عاملين حاجه يعني ايه جمل دارجه شويه في الحياه العامه، مثلا بحيث مثلا بدل ما هو يكتب الجمله كلها، لا هو بزر بسيط جدا هيختار الجمله من غير ما يكتبها والموديل بتاع الـ 3D هيترجمها. مفهوم مفهوم. طيب انا عندي سؤال، هل لغه الصم والبكم بتختلف من دولة لأخرى؟ هل هي لغة عالمية ولا أنت لما جيت تعمل الخوارزميات دي عملتها من العربي للصم والبكم؟ يعني أنا لو بتكلم إنجليزي وعايز أقول، هل نفس المعنى هيطلع بنفس لغة الإشارة؟ أكيد أكيد لا طبعا، أكيد لا طبعا. هو عندنا حتى هنا في الدول العربية حتى ممكن تكون اللغة نفسها لها لهجة معينة في الحركة. يعني إحنا عندنا مثلا في مصر لينا مثلا في كلمات معينة لها طريقة بتتعامل غير مثلا في السعودية، غير في الإمارات، ولكن هم يعني إيه بنسبة كبيرة شبه بعض. انت راعيت ده في الابلكيشن ولا؟ راعيت ده في الابلكيشن طبعا. احنا عندنا، احنا حتى عايز اقول لسيادتك ان كل الجمل او كل الداتا اللي عندنا احنا اللي كريتينها بنفسنا، يعني احنا ما جبناش اي حاجه جاهزه، لا احنا كريتنا بنفسنا حوالي 100 كلمه ده في موديل الاي اي، وعاملين حوالي 950 كلمه في الموديل بتاع الثري دي. فدي كلها جمل مصريه ما لهاش علاقه مثلا اذا كانت بقى سعوديه او حاجه مثلا اجنبيه او كده، لا هي خاصه بالمجتمع المصري بتاعنا. يعني المشروع ده خد منكم وقت قد ايه يا عبد الرحمن عشان تقدروا تنفذوا المشروع؟ تقريبا هو اخد معانا ما يقارب مثلا 8 شهور. الثمان شهور دول احنا ما جربناش بس اخر حاجه، لا احنا جربنا حاجات كتير جدا وشفنا ايه اكتر حاجه ممكن تطلع معانا اكيورسي او كفاءه عاليه. والحمد لله استقرنا عليها في الاخر، والحمد لله طلعت معانا نتائج تحفه يعني الحمد لله. طب ونقدر نقول ان ده يعني مجرد مشروع تخرج ولا ده ممكن يبقى ابلكيشن ينزل على التطبيقات ولا؟ لا باذن الله احنا مستهدفين باذن الله قدام، بس احنا بقى محتاجين ان هو ايه زي ما نقول مثلا ممكن تمويل او كده باذن الله ان احنا ندخل بيه مسابقات بحيث ان احنا نلاقي تمويل يعني بقى في شكل الستارت اب اصبح اصبح في شكل الستارت اب. ده هو ابلكيشن جاهز، بس احنا بقى محتاجين ان احنا ان شاء الله نشغل ضخ تمويلي بالظبط بالظبط، بحيث ان احنا نقدر نوصل لاكبر عدد من المستخدمين عندنا ان شاء الله، وان احنا يعني ايه هننزله باذن الله على جوجل بلاي او ابل ستور باذن الله يعني. طيب عبد الرحمن بقى يعني محتاجين نعرف الناس بيكوا اكتر، الفريق مكون من كام طالب؟ ايه الدور اللي بتقوموا بيه طبعا، وايضا المشرفين على المشروع؟ تمام، احنا 10 طلاب. احنا مقسمين التيم بتاعنا ان هو كانت ناس شغاله في الموديل بتاع ال 3 دي، وناس شغاله في موديل الاي اي، وناس شغاله في موديل الموبايل، قصدي ناس شغاله في موبايل ابلكيشن. المشرف بتاعنا على المشروع وهي كانت الدكتوره مرار الرشيدي، كانت هي صاحبه التوجيه والاشراف علينا، وبصراحه يعني عملت معانا شغل حلو جدا ووصلنا لنتائج تحفه معاها يعني الحمد لله. طبعا بشكرك شكرا جزيلا عبد الرحمن موسى الطالب بكليه الذكاء الاصطناعي بجامعه كفر الشيخ، واتمنى لك كل التوفيق انت كمان واعضاء فريق مشروعك. شكرا ليك يا عبد الرحمن. شكرا يا عبد الرحمن. النهارده ذكرى وفاه الفنان سامي العدل، وهو احد اهم نجوم
الفن المصري. الفنان سامي العدل كلنا عارفين انه قدم عدد كبير من الادوار السينمائيه او الفنيه المميزه، وكان ليه بصمه كبيره جدا ايضا في اكتشاف عدد كبير من النجوم. طبعا الفنان الكبير سامي العدل شارك كمان في بطوله حوالي 100 مسلسل تلفزيوني، ده بجانب العديد من الافلام زي احلى الاوقات، سحر العيون، بخالتي فرنسا، حاله حب، سهر الليالي، العاصفه، امريكا شيكا ميكا، افلام كتير جدا واعمال فنيه كتير جدا لراحل الفنان سامي العدل. خلينا نشوف هذا التقرير ونرجع لحضراتكم على طول. تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان سامي العدل، أحد أهم نجوم الفن المصري الذي قدم العديد من الأدوار السينمائية والفنية المميزة. بقولك يا أحمد. لا لا يا بي، استغفر الله، إيه ده؟ خد دي حاجة بسيطة، هات بيها حاجة للحاجة وأوعى تزعلها. شبيه ده الكارت بتاعي، فيه عنوان الفيلا، عايزك تعدي عليا بكرة بالليل في حاجة مهمة أوي، وأهو نتعشى مع بعض. ماشي يا بيه. سلام. ألف سلامة بيه. ولد الفنان الكبير سامي العدل في 2 نوفمبر عام 1946 بقرية كفر عبد المؤمن مركز دكرنس محافظة الدقهلية، وهو ينتمي إلى أسرة فنية، فقد كان له هو وأشقاؤه مدحت العدل ومحمد العدل دور كبير في كتابة وإنتاج العديد من الأعمال الفنية. ما أنت عمال تلعب في الموبايل، هتفهم إزاي يعني؟ الله، مش عايزني ألعب في الموبايل يعني؟ عايزني أعمل إيه؟ أو ماكوس الحارة زينهم؟ لسه ليه ما نضيفه إيه؟ ما انت داخل في شمال، انا مش فاهم انت عايز ايه. شمال انت هتكذب وانا بعرف الشمال من اليمين. عشق سامي العدل الفن بكل دروبه، لذلك قرر الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج فيه عام 1965، وبدأ العمل في المجال الفني بأدوار صغيرة إلى أن اشترك في فيلم كلمة شرف الذي عرض عام 1962 إنتاج للأعمال الفنية التي أثرت الإنتاج الفني المصري، وكان فيلم حقد امرأة أول أفلامه الإنتاجية. وبعدين يا باشمهندس مش عايز أسمع الكلام ده هنا تاني. من مطرح ما جيت روح روح. شارك في بطولة 100 مسلسل تلفزيوني أبرزهم الداعية، قضية رأي عام، ريا وسكينة، سوء الخضار، ملفات سرية، وحديث الصباح والمساء. بنتك دي بمية راجل، تصدقي بالله؟ لا إله إلا الله. أنا الهولة الشديد القوي كنت نزلت معاه. كما شارك سامي العدل في عدة أفلام حققت نجاحاً في تاريخ السينما، منها أحلى الأوقات، سحر العيون، خالتي فرنسا، حالة حب، وسهر الليالي. بتحبيه وعاوزاه، بس عاوزة كل حاجة معاه، حبه وفلوسي وشغلك، وده اللي عجبني فيه. عشان كده أنا هقولك على اعتراف تاني، أنا ما عنديش مانع أشارك سامح فيه، بدليل العرض اللي أنا قدمته لكم امبارح، والعرض على فكرة ما زال قائم. رحل سامي العدل عن عالمنا في 10 يوليو عام 2015، وترك إرثاً فنياً كبيراً لا يزال حاضراً في ذاكرة محبيه. كانوا الفنان سامي العدل طبعا رحمة الله عليه كان من أهم الفنانين، وجوده كان في بعض الأعمال الدرامية كان بيعد بمثابة ضمان لنجاح العمل الدرامي. ليه ثنائيات كمان كانت مشهورة جدا، يعني كانت مع ليه ثنائيات كتير مع الفنانة يسرى مع هشام سليم، وحتى يمكن في السينما أداؤه كان بيختلف كمان، كان متدرج يا مصطفى من بداياته لحد أعمال كتير جدا. أنا بالنسبة لي من أكتر الأفلام اللي مثلا بحبها حرب الفراولة مع الفنان الكبير محمود حميدة، كان حقيقي من أحلى الأفلام. ليه أفلام كتير جدا، وأحلى حاجة كمان في الفنان اللي بيكون يملك أدواته زي ما بنقول، إنه يقدر يمثل أعمال كتير بشخصيات مختلفة وما تحسش بالملل وما تحسش إن هم شبه بعض. صحيح. أنا يعني بالنسبة لي سامي العدل طبعا بالإضافة لأنه هو يعني نجم كبير وممثل كبير، هو منتج مهم جدا في تاريخ السينما المصري. يعني على اي حال طبعا الله يرحمه، وفنان كبير وهتفضل اعماله عايشه معانا وبين محبيه. على اي حال مشاهدينا خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر.
اهلا بحضراتكم من جديد. امبارح دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء استعرض تقرير عن صناعه التعهيد في مصر واللي بتضمن ارتفاع قيمه صادرات مصر الرقميه لتصل ل 6 مليار و200 مليون دولار امريكي خلال العام المالي 2022-2023. ده طبعا في اطار جهود الدوله المصريه لتعزيز ودعم الصادرات الرقميه. بيسموها الاوت سورسنج، ان احنا يبقى عندنا شركه كبيره وجايه تعمل خدماتها في مصر. خلينا نعرف تفاصيل القصه دي عن اهميه تعزيز الحكومه لصادرات مصر الرقميه. على الهاتف معانا الاستاذ احمد معطي، باحث الدكتوراه واداره الاعمال في التمويل والاستثمار. اهلا بك يا استاذ احمد. بعد التحيه خلينا نفهم لماذا تسعى الحكومه المصريه لتعزيز صادرات مصر الرقميه وتحديدا من قصه الاوت سورسنج او التعهيد. صباح الخير على حضراتكم وعلى جميع المشاهدين. الحقيقه طبعا ان مصر الفكره بتاعتها ان هي بتستعد هذه الفتره بحيث انها تصبح الوجهه التجاريه الكبرى القادمه في الشرق الاوسط بل ايضا في العالم بالكامل، خاصه الحقيقه ان يعني مجال الصادرات الرقميه والمجال بتاع او مجال اللي خاص بخدمات التعهيد الفتره دي بيشهد مزيد من النمو. واحنا بنتكلم ان احنا وصلنا لصادرات عالميه وصلت الى 4.26 تريليون دولار، وده مقارنه ب 3.8 تريليون دولار خلال عام 2022، و 4.25 ده كان خلال عام 2023، وده بنمو 9% في العالم بالكامل. وبالتالي يعني اصبح هناك مجال هام جدا للغايه بيسهم في تعزيز الصادرات للدول بالكامل، وبالتالي مصر بتسعى ان هي تاخد حصه من هذه المكانه اللي بدات تنتشر خلال الفتره دي، خصوصا طبعا مع التطور التكنولوجي الكبير اللي بيشهده العالم والذكاء الاصطناعي وهذا الامر. والفكره كلها ببساطه كمان ان الميزه في الصادرات الرقميه ان هي طبعا بتوفر فرص عمل للشباب في الاقتصاد الرقمي، وبسبب هذا الامر مصر اطلقت الاستراتيجيه الرقميه لصناعه التعهيد في فبراير عام 2022. الاستراتيجيه دي بتعتمد على ثلاث اهداف رئيسيه الحقيقه، ودي الاهميه تعزيز الحكومه المصريه للصادرات مصر الرقميه. وهي فكره زياده الاول محور او اول هدف كان بالنسبه لمصر، وهو زياده ايرادات صادرات مصر الرقميه بحوالي ثلاث اضعاف معدل نمو، وفي نفس الوقت خلق فرص عمل متزايده ومستدامه في صناعه التعهيد. وكمان المستهدف ان احنا نصل الى 215 الف فرصه عمل في حتى 2026. وكمان يعني في هدف مهم جدا هو انشاء اسم تجاري، بننشئ كاننا بننشئ كده براند لمصر في الخدمات التقنيه والرقميه خلال هذه الفتره. طيب عشان اقدر احدد كل هذه المستهدفات يا فندم، لازم يكون عندي زي ما نقول كده بنيه تحتيه قويه لهذه الصناعه او فكره التعهيد، خاصة أن في دول كتير منافسة في هذا المجال زي الهند على سبيل المثال، وفي خبرة وأيضا في كمان خلينا نقول الأجر القليل. مصر إزاي قدرت أنها تأخذ هذا التحدي على عاتقها، وإزاي قدرت تؤسس أشخاص مؤهلة في هذا المجال؟ يعني كما حضرتك تفضلتي، هي الفكرة كلها بتعتمد على وجود بنية تحتية في هذا الأمر. يعني بدون بنية تحتية متوفرة مش هنقدر نصل الى هذا الهدف، ودي اللي مصر اشتغلت عليه الفتره اللي فاتت في السنوات اللي فاتت، وبدانا بالفعل نجني الثمار يوما بعد يوم. وعشان كده بدات الصادرات تصل الى 6. من خلال ايه يا فندم؟ يعني البنيه التحتيه دي اسسناها، الاستراتيجيه المصريه من خلال ايه قدرت تنفذ ده؟ ما البنيه التحتيه دي حضرتك دي خلال الفتره او السنوات اللي فاتت احنا بنبدا ننشئ اولا اهم نقطه فيها موضوع التسهيل، موضوع التكنولوجي وتوصيل الانترنت وزياده طبعا سرعه الانترنت بحيث ان احنا نقدر نصل الى الصادرات دي وسهوله ان الشباب يقدروا يشتغلوا على هذا الامر. في نفس الوقت بدأنا نشتغل على فكرة بناء كوادر بشرية، فتم توقيع 74 اتفاقية مع شركات عالمية للتوسيع في إنشاء أكثر من 85 مركز للتعهيد وتعيين أكثر من 60 ألف شخص متخصص أيضا في هذا المجال ده خلال الثلاث سنوات، وبقى عندنا أكثر من 20 شركة بالفعل بتستثمر في مصر في هذا المجال. وايضا بقى عندنا توسعات كبيره من الشركات، وعندنا 12 شركه من كبرى الشركات بدا يبقى عندها مراكز للتعهيد ايضا
كان التركيز الاول في القاهره بس، ولكن الفكره كلها بدات تنتقل بقى الى اسكندريه، بدات تنتقل لبقيه المحافظات يعني. بالفعل يعني اعتقد ان الصناعه دي من الصناعات المهمه جدا الدوله المصريه بتسعى ليها، ويمكن عملت لها بنيه تحتيه من سنوات طويله، واعتقد ان ده وقت جني الثمار. شكرا ليك استاذ احمد معطي، باحث الدكتوراه في اداره الاعمال والتمويل والاستثمار. احنا بنتكلم عن هذا الملف تحديدا، يعني وجب الشكر لوزاره الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات وبوابه كمان مشروعات او مبادرات بوابه مصر الرقميه، لانها بالفعل مهمه جدا، خرجت كوادر مهمه جدا في القصه دي حقيقه. وفكره حتى انها بتستهدف اعمار مختلفه يا مصطفى، من اول الاطفال لغايه حتى يعني ما فيش سقف للاعمار، وبالفعل في ناس كتير سنها حتى كبير وتخرجت بالفعل من جامعات واشتغلت بالفعل في مجالات مختلفه ابتدت في هذه المبادرات، وابتدت اصلا وظائف جديده جدا، وابتدت تتعامل مع شركات عالميه واسماء كبيره جدا. يعني الحقيقه اعتقد انه هذا المجال هو مهم جدا جدا جدا، وبالفعل احنا خلاص الاقتصاد الرقمي بيغزو العالم، او مش بيغزو العالم، غزا العالم بالفعل. احنا دلوقتي بصدد ان احنا نلحق بهذا الرقبه او بهذا كمان بهذه التكنولوجيا مصطفى. ده حقيقي، ده حقيقي جدا، متفق معاك. ويعني اللي ما بيتعلمش برمجه في الوقت ده بيخسر كتير جدا. على اي حال خلينا نروح سريعا لموضوع تاني. والنهارده العالم كله بيتابع بطوله اوروبا، وامبارح يمكن شفنا الماتش اللي حسم فيه منتخب اسبانيا التاهل للدور النهائي لبطوله امم اوروبا 2024. منتخب ده حقق الفوز على منتخب فرنسا بهدفين مقابل هدف واحد في لقاء اقيم على استاد اليانز ارينا ضمن مباريات الدور نصف النهائي. ونجح منتخب اسبانيا في عمل ريمونتادا تاريخيه بعد ما حاول تاخره بهدف للفوز بهدفين. كمان النهارده في مباراه قويه جدا ومهمه جدا في نصف نهائي يورو 2024، هتجمع منتخب انجلترا وهولندا. خلينا نتكلم اكتر ونعرف تفاصيل اكتر عن هذه المباريات مع المحلل والناقد الرياضي عمرو الخشاب. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير عليكم، صباح الخير يا جميع الساده المشاهدين. اهلا بيك يا استاذ. اهلا بيك يا استاذ مصطفى. اسبانيا كان في ناس كتير جدا مراهن عليها، وكان في ناس شايفه ان هي الحصان الاسود في هذه البطوله. واحنا بنتكلم اسبانيا وفرنسا منتخبين اقوياء جدا يعني، بس اسبانيا قدمت اداء مختلف، والحقيقه النسخه دي من يورو 2024 كان فيها مفاجات كتير. شايف ان من ضمنها فوز اسبانيا على فرنسا؟ هو الطبيعي اسبانيا تكسب، مش عشان مفاجاه، عشان دي عداله الكوره. يعني خلينا نفرق بين حاجتين، مش دايما عادله يعني. بالظبط، بس عداله الكوره ان الفريق اللي بيلعب بمعنى كلمه بيلعب يعني بيقدر يستحوذ على الكوره اكتر وقت ممكن بكل شكل في الملعب، بيكون في افكار، او يعني احنا بنشوف الماتش بتشوف في ان في مدرب او بنتوقع ان في مدرب واقف على الخط، ده طبيعي او ده الكوره او ده اللي خلينا نحب كوره ونتابعها. فبالتالي من الطبيعي او من المنطق ان اسبانيا تكسب. ما استحاله بعد كل اللي بيحصل ان فرنسا اللي بتعتمد على الجودة اللعيبة على المستوى الأفراد هي اللي تصعد. عشان كده احنا بنفرق بين حاجتين، النتيجة والأداء. وكلمة أداء ان انت لما تشوف او بتترجم او لما تيجي تشوف مباراة المنتخب في بالزبط. الله ينور حضرتك، لما تيجي تشوف مباراة تحس ان في أفكار انت قادر تقراها، تتكلم حتى مع صاحبك او حتى لو انت مش مختص في الكوره، تقول اه ده الفريق ده بيوصل بالطريقه الفلانيه، ده بيوصل بالطريقه الفلانيه. مجرد انت بتبتدي تقرا افكار مدرب بتحس ان الفريق ده ليه شكل، غير لما بتعتمد على جوده لعيبه على مستوى الافراد بناء على ارتجال اللعيبه في الملعب، او بمعنى اصح او اسهل هل اللعيب ده فايق او قادر يؤدي ولا لا. هي دي القصه، ده الفرق بين اثنين مدربين. عشان كده بقول لك عداله الكوره ان المنتخب الاسباني مع مدير فني قادر يقدم افكار، تحس ان المنتخب الاسباني عارف يا استاذ مصطفى كده جيل بيسلم جيل، يعني طبعا. هو ده نفس الكوره مع اختلاف تفاصيل بسيطه اللي كانت بتتقدم مع لويس انريكي، اللي ناس كتيره حكمت على المشروع بالفشل عشان مجرد ما بين قوسين طلع من دور ال 16، على الرغم ان كان في اكتساح كامل. غير طبعا احنا فرحنا كلنا طلع من المنتخب المغربي في كاس العالم اللي فات، لكن بتكلم على اكتساح كامل للكره الاسبانيه وعلى مستوى المنتخبات. الى جانب قبليه كان بتتكلم على لوبيتيجي، يعني قصدي مدرسه بتسلم مدرسه، تحس المنتخب الاسباني في افكار في الملعب. صحيح. فبالتالي لا كان من احنا كنا محتاجين نشوف العداله الكرويه في الملعب، ان فعلا لا الكوره لا في افكار بتكسب، واحنا بنحاول يعني او بندعي ان احنا مختصين في مجال الكوره، فبتحس لا في افكار مدرب موجوده، فبتحس الافكار دايما هي اللي بتنتصر.
لكن طول ما الناس بتروح للنتيجة بس بدون الدخول في تفاصيل ازاي النتيجة دي راحت. مستحيل انا بعمل شو انا بمتع الجماهير بالزبط. يعني مستحيل برضو استاذ مصطفى ان المنتخب يعني برضو خلينا منطقيين دخل احرز 4 اهداف منهم 2 دوبليكيشن يعني جاية من الخصم وجول ضربة جزاء يصعد ياخد البطولة ما صعب. معاك ديشامب اخذ كاس العالم ووصيف كاس العالم واخذ اليورو لكن مش انت انت عندك لعيبه وعناصر يعني انا شايفها على المستوى الافراد لعيبه مميزه جدا فمحتاج او احنا بنطمع ان كنا نشوف افكار اعلى بكتير جدا مع مدرب ما بين قوسين خدعه او اكبر خدعه في البطوله وهنتكلم برضو على الخدعه الثانيه مع المنتخب الانجليزي يعني. طب ده اسبانيا على الجانب ده في انجلترا وهولندا على الجانب الاخر اللي ممكن حد فيهم يلاعب اسبانيا يعني ناس كتير بتقول ان المنتخب الهولندي حظوظه اكتر رغم ان الدوري الانجليزي اقوى من الدوري الهولندي بالظبط ده سؤال مهم الله ينور حضرتك هاخد من اجابه حضرتك او سؤال حضرتك على الدوري الانجليزي اقوى من الهولندي طب انا مش بتكلم على الدوري الهولندي دلوقتي بتكلم على جوده اللعيبه اللي موجوده في هولندي. هل انت في منتخب في انجلترا هل انت مقتنع وانت بتشوف المنتخب الانجليزي وكلنا بنتابع او معظمنا بنتابع الدوري الانجليزي مقتنع ان اللعيبه اللي موجوده دي تستحق الرضاء اللي في الملعب دي المنتخب الانجليزي يا استاذ بيقدم ما فيش ارضى من كده الامور بتمشي معاه يعني بالبلدي بالزق رغم ان الدوري بتاعه من اقوى دوريات في العالم نقطة فمحتاج ايه لا مدير فني محنك زي طبيعي جدا انت معاك جوده يعني افراد على في اي شغلانه في بنك في شركه ايا كان عندك موظفين كويسين جدا وكل موظف جاي حدث ولا حرج على مدى خبراته في السي في بتاعه واشتغل في شركات مالتي ناشونال والاخر انا بدي مثل بسيط لكن معاك مدير ضعيف جدا فبالتالي كل يعني او كل شغلانه بتبان على جوده او اداء والمأخوذ كمان على المنتخب الانجليزي ان هو اداؤه كلاسيكي او جداً. متوقع هي دي النقطه بقول لك جمال انت محتاجه يعني مدير فني يطلع من اللعيبه دي افضل ما عندها اللعيبه بتلعب بارتجالها يعني بمعنى كلمه ارتجال مش كلمه يعني سيئه لكن كل لعيب بيلعب على حسب يعني ما دماغه رايح فين في الملعب انا بحاول ابسط الامور فانت محتاج افكار ايه دور المدرب يا جمال دور المدرب ان انا بحط الافكار او بنظم ال11 لعيب في الملعب بناء على امكانياتهم الموجوده عشان اقدم جوده وافكار تقدر تتماشى مع القماشه الموجوده عندي هو ده طبيعي لكن انا شايف منتخب البرتغالي وخرج من البطوله مع مدير فني انا شايفه برضو من ضمن خدعه البطوله مارتينيز وكان نفس الكلام مع بلجيكا بتتكلمي على المنتخب الانجليزي مع ساوث جيت فوز بالعافيه في دور ال16 ثم فوز بدور الثمانيه بالعافيه بشكل انفس بالعافيه يعني ارتجال اللعيبه لولا بيلينغهام الكره اللي جت باكورد لو ما اتظبطتش كان طلع بره البطوله فاحيانا النتيجه بيخش فيها عوامل كتيره غير الامور الفنيه لكن احنا للاسف او اغلبنا بنبص على النتيجه ومش بنبص ازاي النتيجه دي يعني رحنا لها او يعني بنحللها فيما بعد بنحلل الاداء في المباراه فيما بعد بس طبعا بتبقى في الاخر النتيجه ايوه بس انت ماشي انا معاكي النتيجه هو معيار احنا كلنا بنختم بيه فرجتنا على المباراه لكن هل احنا بعد كده زي ما استاذ مصطفى قال وانت بتقولي هل في حظوظ المنتخب الهولندي او المنتخب الانجليزي وحضرتك قلت حتى نجوم المنتخب انجلترا ما فعلا نجوم هل انت كنت متوقع ان منتخب انجلترا بالزق يصعد من المجموعه بالعافيه يطلع دور ال16 بالعافيه يعدي دور الثمانيه ازاي واحنا كلنا بنشوف الدوري الانجليزي وخلي بالك كل اللي موجودين في الملعب يعني غير بيلينغهام في الدوري الانجليزي انت بتتكلم على طبعا بيلينغهام وهاري كين كلهم ناتج البريمير ليج اللي هو اقوى دوري في العالم فاستحاله يكون انت عندك اقوى دوري في العالم وتسع لاعبين مع الناس الاحتياطي موجودين ناتج الدوري الانجليزي وتشوف الرضاءة الفنيه دي في الملعب فبالتالي انت محتاج زي ما قلت لحضرتك لما بتكلمي عن المنتخب الاسباني تشوف عدالة كروية يعني عينك وانت كده بتتفرج على المباراة تحس الله هي دي فعلا البطولة اللي احنا بنستناها كل 4 سنين ده الغرض او ده مقصودي من الكلام ان انا عاوز ابين النتيجة ما نحكمش عليها لازم يعني تستمتعي بالمباراة عشان تقدري تقولي ده المنتخب ده فعلا طيب بما انك بقى رجعت تاني لماتش اسبانيا وفرنسا اسبانيا تمام اسبانيا احنا شفنا لحد كبير المنتخب الاسباني اعتمد على لاعبين شباب بكل تأكيد متوسط الأعمار 23 سنة بالظبط كده على الجانب الآخر فرنسا اعتمدت على خبرة أكتر اللاعبين ماشي خليني أقول لك طب هجاوب لك من السؤال على سؤال برضه خليه كورة رايحة بينا احنا بنتكلم في الكورة أنت شايفة مين أسوأ لعيبة في البطولة أسوأ لعيبة لا ما متسألنيش أنا ده ماشي أنا عارف ماشي أوكي أنا هرد عليك يعني أنا برد عليك بالسؤال عشان خاطر أخش إجابة سؤالك الأولاني أسوأ لعيبة في البطولة كريستيانو رونالدو
اسوء لعيبه في البطوله كيليان امبابي، اسوء لعيبه في البطوله من المفترض انه ليه على فكره ليه؟ يعني امبابي تحديدا كانت مفاجاه. ليه؟ عشان كل الفريق بيحاول يخدم لعيب واحد. فبالتالي اللعيب الواحد ده لو مش فايق او لو بالمعنى اصح ما قدرتش كمدير فني اخلاق له المواقف اللي يقدر يظهر فيها او يبدع فيها، فبالتالي اللعيب بيتعامل عليه اكس سيء، بدليل امبارح وبياخد الفريق كله بالظبط. نفس الكلام رونالدو على فترات بسيطه بيتالق، لكن المجمل العام انا كمدير فني معايا افضل عناصر في العالم كمنتخب فرنسي ما قدرتش اخلق لهم وضعيات مناسبه يقدروا يظهروا فيها. بالتالي هو ده منتخب الفرنسي، هكذا كيليان امبابي كان أسوأ لعيب، هو ده بالظبط المنتخب البرتغالي، هكذا كريستيانو رونالدو، وبالتالي هكذا المنتخب الانجليزي. حتى على فكره كلامي مش هيتغير حتى لو منتخب انجلترا النهارده كسب. ردا على سؤالك على المنتخب الاسباني، دي لافوينتي هو قصه عامل، هو قدر كان مع الجيل ده في الشباب، كان مع الجيل ده في الناشئين، اخذ اليورو، ثم لما اتولى الامور الفنيه وكان مع نفس المنتخب معظمه في الاولمبياد الاخيره اللي طبعا احنا خرجنا قصاده في الاولمبياد الاخيره في طوكيو 2020 اللي اتلعبت في 2021، فهو الناس دي بالبلدي كانوا مربيهم. فلما مسك الامور الفنيه للمنتخب الاولاني قال لا طبعا ما فيش هناك حد بيتدخل تختار مين او ما تختارش مين، هو اختار العناصر اللي هو مربيهم. فبالتالي شفنا عناصر من اتلتيكو بالباو، عناصر من ريال بيتيس، انديه لحد ما مش انديه القمه في الدوري الاسباني، لكن هي دلوقتي دي اللي بتقدم مردود ايجابي. وكلنا بنستنى ماتشات المنتخب الاسباني، وانا اتوقع ان المنتخب الاسباني لو بنسبه كبيره طبعا هياخد البطوله. يعني توقعات كتير رايحه بصراحه للمنتخب، انا اتوقع ذلك. يعني الهولندي، المنتخب الهولندي، اتكلمنا عن المنتخب الانجليزي وعدم توقع يعني توقعاتنا اللي ما صابتش يعني ان هي توصل لسقف طموحات الموضوع هناك، وما اتكلمناش عن المنتخب الهولندي. المنتخب الهولندي، طب لو تسمح لي كنت في برضه حد من زملاء الاعداد اديته صوره على الهدف اللي سجل امبارح المنتخب الاسباني وازاي اخطاء ديشام، معذره انا دخلت في استكمالي الاجابه على الماتش الماتش اسبانيا وفرنسا امس، ازاي ديشام فلتت منه الامور بالظبط، فلتت منه الامور. تتكلمي على دي اولمو اللاعب الوسط، ازاي حد لعيبه يتحط بالخطوط، من المفترض كان مين من المفترض يقدر يسد الثغره دي في ماتش فرنسا او في ثلاث ماتشات بتاع فرنسا في المجموعات ودور 16 كامافينجا. انت امبارح كمدير فني طبيعي جدا انت شايف الجيم، لعيبه بتلعب بالخطوط، لعيبه بتلعب يعني باص واستلام في ربع سنتي، مين اللعيب اللي يقدر يترجم لك دي او يقلل الاخطاء دي؟ صحيح. هو كامافينجا، فبالتالي انت اخطات. فانا بس بثبت لك ان ديشامب على المستوى الفني قليل جدا. نرجع لسؤال حضرتك للاسف مش على المنتخب، هنرجع لانه موعدنا مع الموجة سريعا جدا. ماشي اتفضلي، معذره ثانيه. توقعاتك انجلترا ولا هولندا؟ انا اشوف هولندا، يعني هنشوف هولندا واسبانيا ده توقع. انا اتوقع ذلك والله اعلم. هولندا واسبانيا في النهايه، دي توقعات الناقد والمحلل الرياضي الاستاذ عمرو الخشاب، نورنا وشرفنا النهارده. شكرا حضرتك. شكرا ليك. شكرا جزيلا. شكرا ليك. شكرا ليك. مشاهدينا التاسعة صباحا موعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع هالة الحملاوي، تفضلي هالة. شكرا جوانا. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث تمت مناقشة آخر مستجدات الجهود المشتركة للتوصل لاتفاق للتهدئة ووقف إطلاق النار بقطاع غزة. وأكد الرئيس السيسي الموقف المصري الرافض لاستمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، مشددا على أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولية لوقف الحرب وضمان إنفاذ المساعدات الإغاثية بما يكفي للتخفيف الحقيقي من الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون بالقطاع. كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة اتخاذ خطوات جادة ومؤثرة لمنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة. أعلن مصدر رفيع المستوى عقد اجتماع رباعي اليوم بالدوحة يضم وفود مصر والولايات المتحدة وقطر وإسرائيل لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل للوصول إلى اتفاق للتهدئة في أقرب وقت، موضحا أن رئيس المخابرات المصرية ونظيره الأمريكي سيرأسان وفود مصر والولايات المتحدة بالاجتماع. وأفاد المصدر أن مصر أكدت مواقفها الثابتة حول ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة،
كما أشار المصدر أن هناك اتفاقا حول الكثير من النقاط، وأن المفاوضات ستتواصل غدا بالقاهرة وسط نشاط مكثف للوفد الأمني المصري لتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف. ارتفع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت خياما تأوي عائلات نازحة أمام مدرسة في بلدة عبسان جنوب قطاع غزة إلى أكثر من 30 شهيدا وعشرات المصابين. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن من بين المصابين حالات خطيرة وحرجة ولا زالت الطواقم الطبية تتعامل معها. من جانبها قالت حركة حماس إن المجزرة التي نفذها جيش الاحتلال بمدرسة العودة تمثل إمعانا في حرب الإبادة والمجازر البشعة ضد الشعب الفلسطيني. هذا وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي من وحدة ماجلان خلال معارك وسط قطاع غزة. أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته قصفت موقعاً لحزب الله في منطقة جنتا بجنوب لبنان، مشيراً إلى أنه تم استهداف نظام دفاع جوي تابع لحزب الله. يأتي ذلك عقب إعلان إسرائيل مقتل شخصين في هضبة الجولان المحتلة نتيجة سقوط صواريخ أطلقت من جنوبي لبنان. ومن جانبه أعلن حزب الله اللبناني قصف مقر قيادة فرقة الجولان 210 في قاعدة نفح الإسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا. كما أعلن حزب الله مقتل أحد عناصره في قصف إسرائيلي على بلدة شقرة في جنوب لبنان. أعلنت قوات الحوثي تحقيق إصابات مباشرة باستهداف 3 سفن في بحر العرب وخليج عدن، إحداها إسرائيلية، بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية. من جانبها أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية تدمير طائرة مسيرة تابعة لقوات الحوثي في منطقة تسيطر عليها داخل اليمن، مشيرة إلى أن المسيرة الحوثية مثلت تهديدا وشيكا لقوات التحالف والسفن في المنطقة. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده ستواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخائر وكل ما تحتاجه من معدات. وأضاف بايدن أن الناتو يمر بمرحلة محورية ولحظة حاسمة. وأضاف بايدن أن حلف الناتو أقوى من أي وقت مضى مع انضمام أعضاء جدد للحلف، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا ورومانيا ستزود أوكرانيا بأربع منظومات باتريوت. افتتحت فرنسا التسجيل برأسية كولومواني بالدقيقة 9 قبل أن يرد لامين يامال بتسديدة رائعة سكنت الشباك في الدقيقة 21، وعزز بعدها داني أولمو النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 25. وستواجه إسبانيا الفائزة من إنجلترا وهولندا في مباراة نصف النهائي اليوم. انتهى موجز 9 وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم مرة تانية. هي من أكتر الأفكار المرعبة أن يكون في أسرة مضطرة تتعامل وتتعايش مع فرد من أفرادها لو كان مدمن تحديدا. فكرة صعبة جدا 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 ومرعبة، وأحيانا بتحتاج لترتيبات وتعامل بحكمة عشان نقدر نتعامل مع الموقف حتى لا يتمادى في الإدمان أكتر وأكتر، عشان نقدر كمان نعالج الموقف بشكل سليم. عشان كده وزارة الصحة كانت نشرت بعض التوصيات اللي من خلالها نقدر نتعامل مع المدمن ونبدأ معاه رحلة العلاج. طبعا ما نقدرش ننسى هنا يعني فضل صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي اللي قايم بدور مهم جدا، ولكن خلينا نقول إن في سيناريوهات مرعبة جدا في التعامل مع المدمن، من الناس اللي بتتعايش معاه للناس اللي بتبقى عنيفة جدا معاه وصولا للمنطقة الوسط اللي هي بتعرف تعالجه. خلينا نتكلم عن السيناريوهات الثلاثة ونعرف الطريقة الصحيحة في التعامل مع المدمن لو كان صديق، لو كان عايش معنا في البيت، لو كان أحد أفراد الأسرة. ازاي نعرف الاصل من الموضوع ده؟ ايه هي العلامات والدلالات اللي بتؤكد لنا ان عندنا مدمن في البيت؟ وازاي نقدر نتعامل معاها ونعالجها؟ ضيفتنا النهارده دكتوره ألفة علام استشاري العلاج النفسي والادمان اللي هتكلمنا عن هذه المحاور بالتحديد. اهلا بك يا دكتوره. اهلا بيك. اهلا بيكم.
السيناريوهات الثلاثة للتعامل مع المدمن من يعني الأقل إلى الأعنف مرورا بالمرحلة الوسطى اللي هي الأفضل، نقدر نتكلم عنها إزاي؟ طيب، هو في الأول مرض الإدمان من الأمراض صعوبتها في أنه بيبتدي بالتدريج، يعني اكتشافه بياخد وقت، ما بيبقاش صعب. يعني أنا ما بلاقيش علامات واضحة على طول على الابن أو البنت اللي في البيت فأقول ده واحد اتنين تلاتة كده بقى مدمن. لا، هي بتحصل بالتدريج، يعني بتبتدي الخسائر أو المشاكل تبدأ بالتدريج، عشان كده بياخد وقت عبال ما بيكتشف، لأنه في البداية هو الحاجات ممكن تبتدي ببساطة، تغيرات بسيطة في السلوك، بتبتدي بأنه إهمال دراسي، فنقول مثلا لا ده المرة دي أنه هو أو هي مكتئبة شوية أو ضغوط شوية، فالأهالي بيبرروا بيلاقوا تبريرات. لكن دلوقتي بقى في انتباه أكتر، بقى في ثقافة أعلى، وعي أكتر بين الأسر عشان الاكتشاف المبكر، عشان ما نقدرش نقعد لحد ما يبقى في خسائر كبيرة قوي ونبتدي نتدخل. ففي بقت علامات واضحة، وبقى في تركيز على زيادة لوعي الأسر والمجتمع بالعلامات دي، إنه إحنا بنبقى فاهمين ولادنا كويس وعارفينهم وعارفين صفاتهم الشخصية وملامحهم الشخصية، فبنبتدي نركز مع الصعوبات اللي بتظهر عليهم دراسيا، بدا يبقى في مشاكل اجتماعيا، بدا يبقى في انعزال، بقى يقعد لوحده كتير، بدا يبقى علامات على ملامحه انه عيني بدات تبقى تزيد في الاحمرار، في عرق، في طلبات للفلوس او لماديات اكتر من المعتاد، في حاجات من ادواته بدات تضيع، يعني مثلا يجي يقول انا الموبايل بتاعي اتسرق او ضاع او ما بقاش موجود. بقى في شوية علامات بقت بتقول إن إحنا لأ بدري ناخد بالنا إن في مشكلة ونبتدي نعمل تقييم للمشكلة دي. وده بصراحة المجهودات كتيرة بدأت في الفترة الأخيرة على مستوى الإعلام وعلى مستوى وزارة الصحة وصندوق مكافحة المخدرات، علشان نبتدي يبقى في فعلا انتباه ووعي مجتمعي وأسري مبكر للتجاوب مع المشكلة دي. طيب دكتور، يعني بجانب الشق النفسي للإدمان هو طبعا الشق الأكبر أو العامل الأكبر، في البعض بيتحدث عن أنه الجينز ممكن تكون أو الجينات ممكن يكون لها عامل أيضا في الإدمان، وأنه في أشخاص مستعدة أكتر أو عندها قابلية أكتر للإدمان. هل ده سليم؟ طبعا سليم، لأنه عادة يعني أي أمراض بتتنقل عندها فرص أكتر، أو يعني أن يبقى أولادهم عندهم احتمال أكبر لظهور المرض اللي هو عنده يعني إرث جيني، لكن عمره ما كان يعني أكيد. يعني مش كل الناس اللي بتبقى عندها سكر أولادهم بيطلع عندهم سكر، اللي عندهم قلب بيطلع أولادهم عندهم قلب، لكن عندهم فرصة أكتر أو احتمالية أعلى لأنهم يبقوا مصابين. زي إيه مثلا يا دكتور؟ زي ايه بمعنى يعني إيه؟ هي في الجينز، ايه الجينز اللي ممكن تكون مسؤوله عن انه الشخص يكون عنده استعداد اكثر او قابليه اكثر للادمان؟ الجينات اصلها عوامل وراثيه، فاحنا زي ما يكون لما بيبقى مثلا اهالينا شعرها اسود بنطلع شعرنا اسود، هي بتبقى عوامل وراثيه بتتنقل يعني عبر الجين. لو مثلا حد من الأب أو الأم مثلا كانوا على سبيل المثال كانوا مدمنين سابقين مثلا، يبقى احتمالية إن أحد أفراد الأسرة اللي هم الولاد احتمال يبقى عندهم. لكن هنا بقى بيبقى مهم، عشان كده بقول لحضرتك الأمراض المزمنة زي السكر أو الضغط أو القلب مش لازم أنا مش عشان بالضرورة عندي طبعا بالضبط، رغم إن هو ده حاجة إرث جيني. فهو نفس الحكاية بالنسبة لمرض الإدمان، مش كل أب أو أم كانوا بيعانوا بالمرض ده أو جد أو عم أو أي حد من أفراد الأسرة يبقى ابنه مباشرة أو بنته هتبقى حاملة للمرض، لأنه الوسط البيئي مهم جدا. عشان كده بنقول هنا التدخل في التربية بتبقى من العوامل المهمة قوي اللي بتعيد صياغة التأثير الجيني ده أو بتحد من التأثير الجيني اللي موجود. هل في أولويات في العلاج؟ يعني هل في خطوات لو بدأت مرحلة العلاج بعد اكتشاف ان هو يعني مدمن او متعاطي، هل في اولويات مفروض على الاب او الام يعملوها؟ طبعا هو الاكتشاف المبكر ده حاجه مهمه جدا، والدراسات الحديثه
لقت انه علشان الاعمار الاولاد بدا يبقى اقل، يعني احنا الاول كنا بنشوف انه بيبتدي يتعاطى مش يبقى مدمن، يبتدي يتعاطى ويكتشف ويتعرف على المخدرات من سن 16 و17 و18. احنا دلوقتي لقينا ان بقى السن بقى اصغر، صحيح، بيبتدي من 10 ومن 11 سنه. فبداوا انه يقولوا انه لا، احنا محتاجين مجهودات وانتباه اعلى، لان احنا اولا نعمل وقايه، وكمان نبقى بنكتشف التغيرات السلوكيه مبكرا. لانه كتير من الولاد والبنات لما بيبتدوا في التعاطي في سن مبكر بنلاقي ان عندهم يعني صعوبات او عندهم مشاكل في طبيعه شخصيتهم. فبقينا نقول ان الناس اللي ممكن نكتشفه مبكرا ده بنحميهم من انهم يوصلوا انهم يبقوا حاملين لمرض الادمان. كمان انه بدات المدارس وبدات التوجهات المجتمعيه، يبقى مهم قوي ان احنا نعمل الوقايه دي. الوقايه دي بان احنا نديهم مهارات سلوكيه، نعلمهم ازاي انهم يبقوا بيقدروا ذاتهم، ازاي يبقى عندهم ثقه بالنفس، ازاي يتعلموا حل المشكلات مبكرا، لان ده لقوها ان من اكتر الحاجات اللي بتساعد على الحمايه والوقايه. يبقى عندهم قدره على الرفض كمان. ما هو الثقه بالنفس او يعني تقدير الذات دي، ان انا اقدر اقول لما حد جاي يأذيني اقول له لا ده بيأذيني، انا مش هقدر، ما يبقاش عنده رغبه في انه يطيع اللي حواليه حتى لو كانت الطاعه دي بحاجه بتأذيه. فالمهارات الحياتيه دي لما بداوا انهم ينتبهوا انه مبكرا يتعلموها البنات والولاد في المدارس قبل سن المراهقه وقبل واثناء المراهقه، كانت من العوامل المهمه قوي اللي بتحمي من الوقوع في مرض الادمان. طيب لو لا قدر الله في أولياء أمور أو عائلة اكتشفت أن في فرد من أفرادها مدمن، طريقة التعامل المثلى في الوضع ده إيه؟ خاصة أن إحنا طبعا بيبقى واقع الصدمة قوي جدا أحيانا، فبتبقى ردود الفعل مش سليمة وبتبقى غير موفقة. أحيانا في أسر بتقسو جدا على هذا الفرد، في أسر بالعكس بتحاول أن هي تلبي كل الطلبات عشان تحاول أن هي تقنعه أنه يتعالج. بيبقى في مواقف مختلفة، وإحنا بنتكلم الحالات دي الحالات الإكستريمز أو الحالات اللي بيبقى مبالغ في رد فعلها إن كان بالقسوة أو حتى في التعامل المرن يعني معاه. طيب هو الأول الأهل عادة في مجتمعاتنا بيعانوا من حاجة صعبة قوي، هي الإنكار. في بداية الأمر بيبتدوا إنهم ينكروا إن في مشكلة، فبيحاولوا يتعاملوا زي حضرتك بتقولي كده بالطريقتين دول، إنه لا يبقى فيه إيه ده أنا نسيت أربيك، أنا هربيك من أول وجديد، صحيح. فيبقى فيه قسوة وصرامة شديدة جدا وإحاطة ورفض للمشاكل اللي بتبتدي تظهر على البنت أو الولد، أو إن أنا يحس بالذنب أو بالتقصير فيروح الناحية التانية تماما، فيبتدي يلبي كل الطلبات ويجيب كل التسهيلات ويبقى حاسس إنه لا ده أنا واضح إن أنا أهملته، واضح إن أنا مبيبقاش فيه إدراك لحجم المشكلة. فدي المرحلة الأولى اللي إحنا أحيان كتيرة بنعاني فيها مع الأهالي، في إن إحنا نبتدي نديهم توعية بإنه ده مرض، ده مش قلة أدب، مش نقص تربية، مش إحنا محتاجين تدخلات ومساعدات بطريقة مختلفة. هنا لازم بيبتدي يحصل بصيرة للأهالي، عشان كده في البرنامج بتاع التعافي بتاع المدمنين دور الأهل مهم جدا جدا، وتقريبا بقى ليهم برنامج في لتعافيهم أو لتوعيتهم موازي لتعافي المدمنين، يعني بيبقوا ماشيين في نفس التراك. المؤسسات العلاجية بقت تعمل لهم لقاءات واجتماعات وتوعية وتثقيف ودعم نفسي واجتماعي علشان يقدروا انهم يواكبوا المراحل اللي بيمشي فيها المدمن. فلازم الاول نبقى نعمل تقييم للموضوع، نبقى متزنين فيه او نبقى فيه شويه حكمه للتعامل مع المشكله. وعشان اولا يبقى فيه تدخل مبكر، لانه حاله الاكستريمز دي التدخل المبكر ده يا دكتور اللي هو التوجه لطلب المساعده. ايوه لطلب المساعده، لان انا لما بطلب المساعده ده مبكر ده بقلل من خسائر ومن اضرار ومن تبعيات انه المدمن او المدمنه تبتدي انها تبقى بتتدهور اكتر او بتاخد مخدرات اكثر صعوبه التخلص منها. فبقدر ان انا في المراحل الاولى دي التجاوب معاها بحكمه وبواقعيه وبهدوء، ان انا يعني اتخلص من المشكله دي بشكل اسهل. الحكمه والواقعيه والهدوء هو السيناريو الامثل للتعامل مع المدمن في حال اكتشفنا ده. ما ننساش ايضا لو حصل حاجه زي كده نتوجه بالاتصال ل
صندوق مكافحه المخدرات والتعاطي اللي وزاره الصحه بامانه شديده يعني مكثفه جهودها جدا جدا من خلال وجوده في كل محافظات الجمهوريه، العلاج بالمجان، تقديم النصيحه بالمجان، الوصول لاقرب مركز وحصول على العلاج منه بالمجان، كل ده خدمه من الدوله من اجل القضاء على هذا المرض. بشكرك الدكتوره ألفت علام استشاري علاج النفس والادمان، نورتينا وشرفتينا وكلمت معنا عن هذا الامر بالتفصيل، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول. بنرحب بحضراتكم من جديد. واحد من اهم الالغاز الفرعونيه اللي لم يسلط عليها الضوء من وجهه نظري يعني بشكل كافي هو ملف الطب، يعني الالغاز الفرعونيه في ملف السحر، في ملف الفلك، في ملف الهندسه، الغاز كتير جدا والناس العالم كله اتكلم عنه، لكن ملف الطب عند اجدادنا المصريين القدماء في معجزات حصلت كل الواحد لما يتامل فيها ويعرف الناس دي عملت ايه من 7000 سنه و5000 سنه، يعرف قد ايه مصر كانت عظيمه وقد ايه احنا اثرنا في الحضاره الانسانيه اللي الغرب بيقول ان هو الاصل فيها. عشان نتكلم عن ده بشكل واضح، في دراسه جديده فجرت مفاجاه كبيره جدا، ان من 4000 سنه اجدادنا المصريين القدماء كانوا قادرين على اجراء عمليات جراحيه دقيقه في الراس لاستئصال ايه بقى؟ ها؟ الاورام السرطانيه. شفنا الانكل اللي في الرجل، شفنا الحاجات اللي في الفك، شفنا تقويم سنان، لكن احنا بنتكلم عن استئصال اورام سرطانيه من كام الف سنه. طبعا ده بيعكس مدى التطور والتقدم اللي وصل له اجدادنا في مجال الطب يا جماعه. مش بس استئصال اورام سرطانيه مصطفى، لكن خلينا نروح مع حضراتكم كده نتكلم اكتر عن هذه الدراسه اللي اثبتت المصريين القدماء كانوا ماهرين بشكل استثنائي في الطب بالمقارنه مع جميع الحضارات القديمه، واعتقد ان انتم هتسمعوا مفاجآت خلال هذه الفقره من ضيفنا دكتور احمد عامر الاثري والمتخصص في علم المصريات. صباح الخير حضرتك يا دكتور، واهلا بك معنا في صباح الخير. يعني صباح الخير على حضرتك يا استاذ جمانه وعلى الاستاذ مصطفى وعلى كل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. اعتقد انه التاريخ المصري القديم في مجال الطب تحديدا مليان بمفاجآت ومليان باسرار، والناس كلها يمكن العالم كله ماسك بس في التحنيط على سبيل المثال، صحيح، وسايب بقى كل المجالات الاخرى. لو هنتكلم بدايه عن هذه الدراسه، ايه الجديد اللي اكتشفوه اللي ادى لكل هذا يعني خلينا نقول النقاش الدائر دلوقتي، وعايز اعرف كمان حضرتك الحضاره المصريه خاصه في مجال الطب كانت عباره عن ايه؟ يعني طبعا الطب المصري القديم لما مارسه على اساس علمي، يعني اسس علميه دقيقه جدا، يعني موضوع يعني من نقدر كمان دي معجزات وفقا للزمن اللي كان موجود فيه المصريين القدماء. بتتكلمي عن جراحات دقيقه سواء كانت في الراس، يعني الناس كتيره رابطه الطب بعلم التحنيط على الرغم ان الطب اصلا سبق التحنيط، لان التحنيط جاء بعد الطب مش قبل. صحيح. الطب عشان هو يوصل لمرحله التحنيط والدقه وفي نفس الوقت يبقى متمكن. التحنيط بعد الوفاه لكن طبعًا. قبلها بقى طبعا الموضوع مختلف تماما، لكن هي الدراسه اللي بتتكلم، انا عايز بس يمكن نقول اول مفاجاه ان هي اصلا مش اول دراسه تتعمل. هي كان في دراسه قبل منها برضه اتكلمت ان مصر القديم، لان انا حتى لما قريت الخبر قال لك يحتمل، لكن كان في دراسه قبلها طبعا اتكلمت قالت لك ان المصري القديم بالفعل استأصل اورام سرطانيه من المخ، والمقصود بالاورام السرطانيه ان بيجي مرض بيقوم بتلف او تلف الانسجه، فعشان كده ده اسمه الاورام السرطانيه. وفي نفس الوقت ما كانش من المخ فقط، لان طبعا كان في يمكن الاورام السرطانيه اللي موجوده في الثدي دي طبعا تم ذكرها في الحضاره المصريه القديمه واستطاعوا ان يستأصلوها، فالموضوع طبعا كبير جدا موضوع الاورام السرطانيه احنا بنتكلم عنها دلوقتي. فاحنا بنتكلم حتى عن الحضاره المصريه القديمه بنقول ان الطب كمان عندك برديات بتتحدث عن هذه الامور بشكل يعني رهيب جدا. في 4 برديات اهمهم على الاطلاق، برديه ادون سميث وبرديه ابرس. طبعا الطب عامه بدا في الحضاره المصريه القديمه من 2270 قبل الميلاد، 2780 قبل الميلاد ل 2270 قبل الميلاد،
يعني تتكلم في عهد الدولة القديمة يعني من عصر الأسرة الثالثة تقريبا 5000 سنة يعني تقريبا. خلي بالك من حاجة، احنا بنربط ال 5000 وال 7000 الرقم ده ممكن يبقى أبعد من كده، لكن احنا التقويم عند المصري القديم بادئ في هذا التوقيت، لكن تبقى ممكن الحاجات قبلها من عصر ما قبل الأسرة. طبعا. وفي نفس الوقت لما بنتكلم بنقول عن الطب بدأ منذ يعني عصر الأهرام، عصر بنات الأهرامات. فعشان كده لما بنيجي مثلا نقول يعني أقدم طبيب يعني في المصري القديم وكان مشهور جدا حتب. لا امحتب ده كان مهندس وطبيب، لكن ده طبعا كان متخصص يعني كان راجل جراح كمان امحتب بالتحديد. عندنا كمان حسي راع ده يمكن من اقدم الاطباء المشهورين جدا في عهد الملك زوسر في الفتره اللي موجود فيها امحتب ده، كان طبيب متخصص في الاسنان، ده يعني كان تخصصه بقى يعني في تخصصات يا جماعه يا جماعه بتعملوا حاجات والله. وطبعا هو كان راجل ده مشهور جدا في تلك الزمن. وعندنا كمان اقدم يعني نقدر ادوات جراحيه تم اكتشافها كانت خاصه بالطبيب كار ده طبعا برضو كان جراح، والادوات ديت موجوده على فكره في متحف امحتب في سقاره اللي تم افتتاحه يمكن في شهر. انا عايز اسلط الضوء على الادوات، يعني انا برضو وبعيد عن السامعين اللي دخل او حد قريب او حد عنده دخل في موضوع السرطانات يعلم جيدا الخطوات بتاعت ده. اولا في حاجه اسمها اشعه، انت هتعرف ازاي مكان الورم. ثانيا انت عشان تستأصل محتاج تعقيم وبتاع. الادوات اللي استخدموها كانت عامله ازاي؟ يعني كيف استأصل المصري القديم ورم؟ يعني هقول في السادي سهل، لكن في المخ ده عمله ازاي؟ خليني اضيف عليك يا مصطفى كمان يعني التشخيص مبدئيا مثلا اصلا، والتخدير وكيفيه الاستئصال طبعا. طيب ده كان الكهنه اللي بيعملوا الكلام ده ولا كان هو؟ طبعا الكهنه دي كانت طبعا موجوده من ضمن الناس. طبعا موجوده من ضمن الناس يعني، لكن مش هم الكهنه فقط، لان كان عندنا زي ما قلت عندنا كان حاجه اسمها اقدم مدرسه طب كانت موجوده في سايس ديت اللي هي سال حجر اللي في محافظه الغربيه اللي هي جنب بلد محمد صلاح لعيب الكره المشهور نجريج عشان بس الناس تبقى عارفه الاماكن فين بالظبط. هي سال حجر مش شرقيه؟ الاصان الحجر سان الحجر ديت في الشرقيه اللي هي تنيس، انما سال حجر اللي هي سايس اللي هي موجوده جنب بسيون. ده مكان وده مكان، دي محافظه الغربيه ودي محافظه الشرقيه. صحيح. وكانت عاصمه برضو، دي كانت عاصمه ودي كانت عاصمه في تلك الفترات في الهكسوس. في الهكسوس طبعا يعني. لا هي تنيس طبعا في مدرسه الهكسوس ده، هي بقى كمان بعد فتره الهكسوس بشويه، لان طبعا الموضوع ده اسمها يعني ايام الهكسوس عشان ما نروحش الموضوع ثاني كانت اسمها اواريس او افاريس، عشان كده ده كل حاجة ولا حاجة عند المصري القديم. لما هنيجي نتكلم عن المصري القديم استخدم ايه في الادوات؟ استخدم المشارط، استخدم السكاكين، استخدم الوغز بالابر الصينيه اللي موجوده دلوقتي، استخدم كمان الخيوط اللي كانت طبعا بيستخدمها. كان وقتها اسمها الابر الصينيه برضه؟ لا كان اسمها الابر، بس احنا بنعرف الناس عشان نبسط لهم المعلومه. هي كان استخدموا الابر، لكن هي تشبه بالابر الصينيه حاليا، لان هم طبعا خدوا يعني كل الغرب واخد من الحضاره المصريه القديمه كل ما هو يعني ممكن حضرتك تتخيله، حتى العطور حتى الزينه. الحضاره الصينيه برضه حضاره قديمه ضاربه في القدم برضه، بس المصري القديم كان متقدم عن اي حضاره في تلك الفترات. يعني حتى يعني لما تيجي تبص على الموجود، لان انت عندك طبعا لو شفنا حتى يمكن لوحه الادوات الجراحيه الشهيره جدا موجوده في معبد كومومبو، موجود بقى فيها يعني زي ما قلت المشارط، الابر، السكاكين، الحاجات اللي كانوا بيقطعوا بيها. كل ده كان موجود في الحضاره المصريه القديمه وموثق بالجدريات، يعني مش مجرد كلام احنا بنقوله. طيب هو موضوع الامراض، هي المصري القديم لما نيجي نتكلم عن التحنيط بالذات، التحنيط مرتبط قبل يعني التحنيط. ما ندخل بقى في التحنيط اسمح لي انتقل وحضرتك طبعا معانا يا دكتور، نروح لمحرره ومراجعه هذه الدراسه دكتوره سحر سليم استاذ الاشعه التشخيصيه بكليه الطب جامعه القاهره. صباح الخير يا حضرتك يا دكتوره. صباح الخير، اهلا بيكي جمانه. اهلا بحضرتك. لو تكلمينا اكتر عن هذه الدراسه واكتر شيء لفت نظرك فيها. الدراسة دي كانت تقريبا من شهر في مجلة علمية طبية اسمها Frontiers in Medicine، مجلة مرموقة. أنا المحررة في المجلة دي، محررة لعدد خاص بالطب في القديم في الحضارات المختلفة، وجات لي المقالة دي فأنا رجعتها بنفسي علميا وبعتها لاثنين كمان من المراجعين واجزتها بعد ما تمت المراجعات المطلوبه. المقاله دي بتورينا دراسه مهمه لجمجمتين مصريتين قديمتين، واحده من تقريبا من 2600 عام لسيده عندها 60 سنه، وجمجمه اخرى
لرجل عنده 35 سنه برضو من يعني حوالي من 4500 عام تقريبا من وقت بناء الاهرامات. فيهم اثار زي ما تكون افات او امراض في العظم فسرت على انها تكون قد تكون اورام سرطانيه. تم الفحوصات بالاشعه المقطعيه الدقيقه اللي هي المايكرو سي تي وكمان بالفحص الميكروسكوبي. طيب اهميه الدراسه ديت ان احنا ما عندناش حالات كتير يعني مثبته للاورام في مصر القديمه، يعني مثلا في 46 حاله تم يعني كشفهم من 16 موقع اثري مختلف في مصر، يعني ديت دي الحاجات المعروفه. فانا لما يكون في اثنين كمان هيكتشفوا فانا ضمتهم للموضوع ده. طيب يا دكتوره، يعني احنا كنا لسه بنتكلم مع دكتور احمد عامر في التفاصيل، يعني انا لما في حضاره قديمه اعمل طرف صناعي او اعمل تقويم، يعني هنتغاضى عن القصه ونقول انه شيء عادي، لكن ازاي اولا اكتشف الورم السرطاني واشخصه، ثانيا ازاي اجري الجراحه بتخدير، وازاي اطلع هذا الورم؟ يعني الفحوصات اللي حضرتك عملتيها هل ذكرت اي نوع من انواع تفاصيل القصه الغامضه دي؟ طيب خلينا اجاوبك خطوه بخطوه. الخطوه الاولانيه ان هل ما قدمته الدراسه دي بالذات، الدراسه بتاعت فرونتيرز ميديسن للجمجمتين دولت، الدراسه قدمت احتمالات من المنظر من شكلها انها دي تكون اورام. السيده عندها ورم كبير والرجل عنده عده اورام، قد تكون ورم الاصلي في البلعوم وفي ثنويات كتيره في الجمجمه. تمام. طيب هل في بقيه الهيكل العظمي موجود؟ لا، الهيكل العظمي مش موجود. انا بقول لك المحدوديات بقى بتاعه الدراسه. طب الحاجه الثانيه، هل تم فحص للفحص يعني هيستولوجي او فحص للانسجه لتثبت 100% ان ده ورم؟ لا، ما حصلش. طيب ايه موضوع العلاج اللي هم بيقولوا عليه؟ العلاج اللي بيقولوا عليه ده ان هو في من يعني افتين او 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 يعني حاجه في العظم اللي موجوده في الجمجمه اللي في الرجل في زي شروط او خربشه. والشروط والخربشه ديت لم تلتئم. في الحاله ديت بنقول ان الشروط او الخربشه ديت يا اما حصلت قبل الوفاه او بعد الوفاه. انا مش هقدر ان انا اعرف. وعلشان انها تكون قبل الوفاه اتحط احتمال انها قد تكون نوع من انواع العلاج، ولكن احتماليته لما تقرا المقاله العلميه الاحتماليه ديت احتماليه مش قويه، لان في حاجات ثانيه. سيبك من الميديا والاخبار وكده اللي هي ضخمت الموضوع. ده الشق الاولاني، وبقول لك محدوديه الدراسه والاحتماليه. تيجي انت سالت سؤال كويس قوي. انا بالاضافه الى كده انا عضو اللجنه العلميه للعرض المتحفي في مع وزاره الاثار، وانا اللي يعني قمت بتصميم فترينة الطب في مصر القديمة مع اللجنة. انت سألت سؤال، هل المصري القديم كان عنده معرفة بالأمراض وعنده معرفة بالعلاج وكده؟ أقول لك آه جدا. المصري القديم كان عنده دراسة شافية أي دكتور للطب. بس احنا بنتكلم هنا عن أمراض متقدمة، يعني احنا مش بنتكلم عن أمراض بسيطة إن كان سرطانات أو غيرها. فهل بأي شكل من الأشكال توصلنا من خلال أي دراسة أنه على الأقل كانوا إزاي المصريين القدماء كانوا بيوصلوا لتشخيص الأمراض دي؟ ما أنا بقولك إن إحنا المصري القديم كان عنده دراسات متقدمة وعنده 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 معاهد للطب بيسموها الدارحنخ، وفي زي كتب أو هي الجرديات الطبية بتوصف مش بس المرض وطريقة التشخيص بالطريقة اللي احنا كأنا كطبيبة حديثة في الوقت الحالي. الفكرة يا فندم انه مش بتبقى حتى في التشخيص الشفوي، احيانا بنحتاج لأجهزة متقدمة عشان نقدر نشخص. ممكن يعني انت سألتيني وخليني اجاوبك. اتفضلي مع حضرتك، انا بس عشان اوضح لحضرتك سؤالي. اتفضلي.
انا وضحت لحضرتك بقول ان في بعض الامراض بتتطلب في وقتنا الحالي اجهزه متقدمه، هل غير الكتب او في طريقه او في دراسه قالت ازاي قدروا يشخصوا؟ انت سالتي الاول انهم هل عندهم، انا بجاوب على السؤال خطوه بخطوه. اتفضلي. هل في عندهم معرفه بالامراض؟ عندهم معرفه بالامراض او بطريقه علميه جدا. طيب الحاجه الثانيه، كان هل في علاج؟ كان في علاج. هل كان عندهم ادوات؟ عندهم ادوات. وانا حاطه في الدكتوره الطب في مصر القديمه العديد من الادوات بتتقسم الى 6 مجموعات تماثل مجموعات التولز او الادوات اللي احنا بنستخدمها حاليا في الطب الحديث، وزي ومذكوره برضو في كومومبو. هل كان عندهم امكانيه لعمل عمليات؟ ايوه، لان انا حاطه في الفاترينا البتر اللي موجود في قدم السيده اللي هي اسمها تباكت ادموت من 950 قبل الميلاد، وتم عمل بتر والسيده تعافت، واكثر من كده ان هو تم وضع كمان طرف صناعي عملوها عشان تقدر تمشي بيه. شكرا لك يا دكتوره. دكتوره سحر سليم، استاذ الاشعه التشخيصيه في كليه الطب جامعه القاهره، شكرا جزيلا لحضرتك. نعود مره اخرى للدكتور احمد عامر المتخصص في علم المصريات، عايزين اجابه شافيه على هذا السؤال. هي الدكتوره في حته بس وقفت عن ادت كل حاجه الا حاجه، كان فيها اجهزه متقدمه ديت اللي ما جابتش عليها او ما ادتش عليها. طب هي دكتوره في النهايه في مجال الاشعه، هي ما كانش فيه اجهزه عشان بس نبقى متفقين. كلمه اجهزه يعني مثلا ممكن جهاز اشعه، جهاز سونار، لا ما كانش فيه الكلام ده. لكن المصري القديم مثلا لما كان يعرف عرف ازاي؟ هقول لحضرتك على سبيل المثال، لو جبنا مثلا المراه الحامله هو كان بيستخدم حاجات من الطبيعه، يعني يجيب مثلا حاجه من الحنطه ويحطها ببول المراه، ممكن من خلالها مثلا لو نبات معين منها يعرف اذا كانت هي حامل ولا مش حامل، او ذكر او انثى. ده نمط للاجابه. اكيد ما كانش فيه اجهزه، ولكن لا ما كانش فيه اجهزه. لا يعني هي معظم اللي انا اتكلمت فيه وقلت موضوع اللوحه اللي موجوده في كومومبو والادوات اللي كانوا بيستخدمها. لما بنيجي حتى نتكلم عن موضوع العمليات الجراحيه، لان طبعا موضوع التحنيط يعني عندنا جزئين مرتبط بالطب، السحر والتحنيط. صحيح. السحر طبعا معروف ان المصري القديم لما كان بيستخدم السحر كان عشان وفقا لطبيعته هو او فكره او عقيدته بيقول ان الامراض بتيجي من الشياطين ويطرد الارواح الشريره، وتطرد الارواح بتيجي من خلال الارواح الشريره. الكاهن بيستخدمه من اجل السيطره على العوام، التعاويذ بيستخدم التعاويذ، او مثلا على سبيل المثال لو حاجه من الطبيعه زي البصل ده كان بيطرد الارواح الشريره، ده من ضمن الحاجات. طيب لو هنيجي نتكلم التحنيط ده طبعا بيتم بعد الوفاه، وفي نفس الوقت كان بيقعد من 40 ل 70 يوم، بتختلف وفقا لاهميه الشخص اللي بيتعمل له تحنيط. يعني طبعا اعلى حاجه كان بيبقى الملك، يعني ما فيش اعلى منه في الحضاره المصريه القديمه. وكان برضه بيستخدم حاجات ممكن ما تبقاش موجوده في الحضاره المصريه القديمه، بيستوردها من خارج البلاد، لان مش كل حاجات التحنيط طيب موجوده جوه الدوله المصريه. اكتشفوا بشكل بدائي عن طريق هذه الادوات البدائيه، عمل العمليه ازاي؟ هو هقول لحضرتك عمل يعني خدره واستأصله بأدوات مفروض مشارط او سكاكين او كده، المفروض انها معقمه. يعني برضو احنا ما اعرفش احنا دلوقتي هم ما كانش عندهم تعقيم، بس ما انا برضو مش فاهم يعني. لا ما كانش عندهم تعقيم، بس في حاجه مهمه جدا على حسب نوع العمليه اللي هيعملها. يعني على سبيل المثال لما بنيجي نتكلم عن برديه ادون سميث اللي ترجمها يعني اللي تم ترجمتها طبعا سنه 1875، دي شرحت 48 حاله مصابه، حاله مصابه مثلا كالعيون، كامراض النساء، كالحاجات في امراض الفرد. يمكن دي اهم برديه، هي وبرديه طبعا ابرس اهم برديتين في يعني بمعنى اصح في البرديات الطبيه، لان حتى ابرس لو بتتكلم عن 400 دواء و800 مثلا 77 حاجه مثلا حاله تم التعامل معها، يمكن وطولها كان 20 في 30. يعني دي اهم برديتين موجودين بيشرحوا بالنسبه للحضاره المصريه القديمه موضوع علم الطب بدقه شديده جدا. في نفس الوقت لما بتيجي تتكلم عن يعني بنقول مثلا عمليه البتر دي حصلت لانها موثقه، لكن حتى الدكتوره بتتكلم عن موضوع جراحه المخ قالت لك ايه؟ يحتمل، يعني احنا مش متاكدين. يبقى اذا الموضوع ما نقدرش نجزم بيه 100%. صحيح. لكن الموضوع بيبقى ايه؟ ممكن من في المستقبل. ايوه احنا فاهمين نجزم. احنا بنجمع بازل، يعني احنا ما عندناش طبعا تصور كامل، بس في ضوء الدلالات اللي جات لنا من برديات او من معابد او من ايه بنفهم الحاله. لكن ورم سرطاني هي برضو يعني برضو مش يعني ايه مش فاهمها، او حتى انت فاهمها يا جماعه؟ يعني دي دكتورة على فكرة. لا بص، يعني أنا بالنسبة لي كل ما بتتعمق أكتر في الحضارة المصرية القديمة
بتكتشف ان في حاجات انت ممكن بالمنطق ما تستوعبهاش، لكن خالص. فيما بعد بنكتشف فعلا وبنعرف ازاي ده حصل وبنكتشف اكتر واكتر واكتر. يعني على سبيل المثال كان في كشف اسرى من اسبوع بالظبط او 10 ايام في الحدود ديت في الغرب يعني في الاقصر في الاغا خان. الكشف ده بيتكلم عن ايه؟ بيعيد كتابه المنطقه من جديد لان اكتشفوا امراض كانت موجوده في هذا المكان ما كانوش يعرفوا عنها حاجه. يبقى اذا من الوارد ان النهارده يحصل يعني عمليات او يحصل مثلا دراسات تؤكد هذا المعلومه او تنفيها اللي هي بتاعه الورم السرطاني، لان انا قلت لحضرتك الورم السرطاني هو خاص بالانسجه مش خاص بحاجه تانية، يعني حاجه بتخش تدمر الانسجه بتاعه الجسم. ممكن تبقى مثلا في المنكرياس، ممكن تبقى في الكبد، ممكن تبقى في المخ، ممكن تبقى في الثدي، لان في تم اكتشاف هذا الامر في الحضاره المصريه القديمه اللي هو الورم السرطاني اللي في الثدي. فعشان كده احنا بنستنى هنا الدراسات، عشان كده واحنا بنقول لازم لما بنيجي نتكلم كلام علمي ما يبقاش افتراضي، يبقى لازم الكلام محسوم وبدقه. صحيح. يعني لكن كلمه يحتمل ممكن تبقى المعلومه صحيحه. احنا فعلا يعني خطيرة. يمكن حاولنا نوصل المعلومه مع الدكتور صحر، بس في النهايه يا استاذ اشعه بالقصر العيني انا عارف دكتور صحر طبعا وجهه النظر. طيب المصريين القدماء عالميا هل هم الأول أو الرقم الأول أو المدرسة الأولى أو المرجع الأول في مجال الطب؟ هل سبقنا حد؟ هل في حد كان في مستوانا زي مثلا الصينيين أو أي حضارة أخرى أشوريين، ولا احنا رقم واحد؟ هل في منافسة؟ هل في دراسة بتتكلم عن ده؟ هو احنا رقم واحد وفقا للبرديات اللي موجوده اللي هي خارج مصر. على فكره البرديات الطبيه مش موجوده في مصر، ده موجوده خارج مصر، اللي هم البرديتين الشهيرتين جدا اللي هي ادوين سميث وبرلين وكاهون، وعندنا كمان او كاهون، وعندنا كمان زي ما قلت البرديه الاخيره اللي هي فيها طبعا حطب كان عامل حاجه برده او دراس او من حطب ولا ام حطب ام حطب ام حطب اصل من حطب ده ملك. أيوة وحطب ده كان موجود في حاجه ثانيه خالص اللي كان مع اعتقد ملك زوسر اللي هو مهندس المجموعه الهرميه للملك زوسر. ام حطب ده يمكن اقدم جراح واقدم طبيب واقدم معالج بالنسبه للحضاره المصريه القديمه، ووصل لمرحله التقديس زيه زي الكثير من الالهه. وعلى فكره انت حتى لما بتيجي تتكلم عن الالهه عندك خنسو، ما هو خنسو ده كان عند مصر القديم اللي هو اله القمر اللي هو في الثالوث المقدس في طيبه، ده كان رب الشفاء عند مصر القديم. فبالتالي انت النهارده بتوصف لحاجات معينه، لكن هو كان راجل طبعا طبيب وجراح. سؤالي الحضاره المصريه الاولى عالميا المرجع الاول؟ الاولى عالميا طبعا وفقا للبرديات والمستندات اللي موجوده، لان انت الصين انا ما شفتش برديات للصين بتتكلم عن موضوع الطب، ما شفتش مثلا في يعني لما نيجي حتى نتكلم عن الكتابه. ويمكن احنا اكتر بنسمع لو هنتكلم عن الحضاره الصينيه اكثرها متعلقه بالطب البديل وبالاعشاب وما الى ذلك. يعني بس لكن عندنا الاثنين، طب بديل اللي هو الاعشاب يعني كده كده الدراسات والوقت بيكشف لنا اكتر واكتر عن الحضاره المصريه القديمه، وان كان حسب الدراسه يقال يحتمل، لكن بكل الاحوال هي دراسه متعلقه بعمليه معقده في الجمجمه وفي الراس. يعني ايه هي بقى في كل الاحوال دي اكيد عمليه معقده. هي معقده لان بس لو بالنسبه للمتوفى بيبقى الموضوع سهل بالنسبه للمصر القديم، لانه كان بيشفط المخ ده عشان طبعا يحنط المومياء يا اما من الانف يا اما طبعا يعمل فتحه في قاع الجمجمه عشان يبتدي يشفط هذا المخ، لان طبعا معروف ان التحنيط لازم يبقى المكان كله زي اللي بيتم وضع فيه الاواني الكانوبيه، لازم يبقى ما فيهوش ميه خالص او اي حاجه او سوائل او جاف، لازم شيء مؤكد يعني. صحيح. حتى دي كانت سهله بالنسبه للمصر القديم بعد الممات، انما قبل الممات ما ديت لسه لم نتوصل لها. اسئله كتير ابتديناها من يعني اول التشخيص للتخدير للعمليه نفسها، يعني اسئله كتير جدا. يعني انا هقول لك على حاجه بسيطه جدا، هو المصر القديم لما كان بيبقى عنده مثلا زكام كان بيقول له ايه؟ اخرج ايها الزكام يا ابن الانف يا متلف الجمجمه. شوف الكلام بتاع المصري القديم كان عامل ازاي؟ حاجات يعني بتشوف كان يعني بيصفه او بيتعامل معاه وبعد كده يبتدي يعالج ويشخص، لان طبعا كان زي ما قلت مثلا البصل، ما هو البصل طبعا بيضيع الزكام. عندنا حاجات كتيره جدا، كانوا بيستخدموا مثلا الحلبه، ما هو برضه من الحاجات اللي كان بيستخدمها المصري القديم في حضارته الخاص، عندنا حاجات معينه من الطبيعه كانت بتساعد على هذا الامر، لكن لما بنيجي نتكلم عن الجراحات الموضوع دقيق جدا، بس في جراحات عملت في جراحات تمت وعملت، وعملوا الاجهزه التعويضيه اللي هي بنقول عليها مثلا الاجهزه الاصطناعيه تقييم الاسنان، ويعني كل ده كان موجود طبعا. عشان كده بنقول ان في حاجات هم فعلا موثقه وموجوده في الحضاره المصريه. يظل ملف الطب. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور احمد عامر الاثري والمتخصص في علم المصريات، نشكرك يا فندم على كل هذه المعلومات. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك. ويظل ملف الطب هو الملف الاكثر غموضا في حضاره مصر القديم، ولغايه دلوقتي حتى تفاصيله مش مفهومه، وبالتاكيد يوما بعد الاخر عن طريق البرديات والاكتشافات طبعا نفهم كيف كانت هذه الحضاره وازاي اسست لعلم الطب اللي النهارده العالم كله بيستمد اصوله من المصري القديم. على اي حال بكده نكون وصلنا لختام حلقتنا النهارده، كنا مع حضراتكم على مدار 3 ساعات. ان شاء الله صباح الخير يا مصر يكون معاكم بكره بنفس الميعاد من الساعه 7 للساعه 10 صباحا. صباح الخير والسعاده على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.